فاحش قتل. اترك لي الثاني الي. شلون؟ عفارم عليك وقع. يلا نيشن على غيره. وين نبيها هلا بتجي تشوف خطيبة نايف المر؟ شلون عم يصيدهم واحد واحد مثل العصف؟ يا ترى إذا عرف هلا إني جوزت نبيها شو بده يساوي؟ يصدق القصة ولا لا؟ وضح! دير بالك وطي راسك! ولما وصلنا أنا وأبي على المزرعة كان نوري مثل الجمل الهايش حامل هالشبرية وبده يذبحها لنبيها. ليش؟ أتاري هدول العسكر العصملي اللي شفناهم هربانين. يا باطل والله لا أشرب من دمكم يا عسكر العصملي. والله جايبيننا لهون ندافع عنكم وعم تعتدوا على حريمنا بغيابنا؟ نايف اتركني وضاح، اتركني، بدي أخذ بتاري من هالكلاب وروح الشام. أنا ما عاد بدي حارب. نايف عمل لك عود مو وقت هلا. وبعدين شو صار وضاح؟ احكي، بوس ايدك احكي. سألت لك شو صار بعدين ما بتزعل مني؟ منك انت؟ ولا شو بدي ازعل منك؟ انت شو دخلك؟ انا سترت على نبيها وتزوجتها. شو؟ ايه تجوزتها مشان اخوها ما يذبحها ومشان ما تنفضح سيرتها بين الناس، بس يشهد علي ربي اني ما لمستها، كنت عاملها مثل اختي وعز. وضاح انت فضلت على راسي، وجميلك هاد ما راح انساه بحياتي. انت شهم يا وضاح، شهم ابن شهم، بس هالكلاب. انا عملت واجبي، والعسكر اللي اعتدوا عليها ذبحوا بعضه، والله دخيل اسمه اخذ بتارك منهم بالوقت والساعه نفسه. بس انا ما بشفي غليل اثنين بنوب، بسيطه بسيطه يا عسكر الاصملي، انا بعرف شغلي معكم. وضاح تركني بدي اخذ بتاري من هالكلاب. لك لا يا نايف حرام عليك، هدول شو ذنبهم لحتى تقوصوا؟ ذنبهم انه منهم. لا تخلي الشيطان يوسوس لك، الله اخذ لك بتارك منهم، انا شفتهم بعيني شلون مقوصين بعض. بعدين هذا اللي بدك تقوصه بيرضى بالشي اللي صار؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف وضاح ما بعرف. امشي معي امشي. لك وين كنت؟ قتلته. لمين؟ لليوز باشا انور. لك شو هالحكي هاد؟ مو حرام عليك تقتله؟ شو ذنبه هاد؟ ذنبه انه منن. لك يا اجدب بلكي حدا شافك. طاسه ضايعه وما حدا لحدا. بس عند الله ما بيضيع شيء. بدي فش قلبي يا وضاح، بدي فش قلبي، لسه ما شافوا شيء. شايف يا ابو نمر؟ شايف؟ شايف كيف الله دخيل اسمه عم ينتقم منن؟ لك حتى جبخانة ما عاد بعتولنا، لشو بدنا نحارب؟ ولشو البواريد من دون جبخانة؟ احشات الذكر عصاية احسن منا. حتى انت ما ضل معك فشا؟ لسه معي فشكة واحدة، هاي مخبية مشان كملهم على عشرة وحياتك. لك حرام عليك حرام عليك يا رجل، شو ذنبهم هدول حتى عم توصوا؟ لك اخ يا ابن مر اخ، لك والله والله اذا بقوس ميت واحد منهم ما بتنطفي النار اللي بقلبي. لك فو مالهم قاعدين ببلادنا ونهبين خيراتها؟ يلا هانت، سمعت انه الشريف حسين قايم ضد العصملي وما خلى ولا عسكري عصملي بالحجاز. شو هالحكي؟ مين قال لك؟ شب حوراني جابوه على اخذ عسكر من كم يوم. ولك الله محي البطن اللي حمل الشريف حسين، خليه يمحيهم محي. وهلا متوجه صوب الشام، بده يقلعهم من هنيك ويضم الشام للحجاز. معناتها لازم صار دور على صاحب الفشك اللي ضلت معي اعطيها، ما بتعرف من هلا بكره شو بيصير. لك خلصنا بقى يمنا من هالسيره، ما كن جوعانين شباب. إلا كان مالنا جوعانين. آخ يا شباب آخ، على شي كم كباية من تحت إيد خالدكم أم وضاح. إي والله فرطت مصارينا من العشب ورق الشجر اللي عم ناكله. إي والله يا شباب، ما دقنا الخبز من ثلاث شهور. انتبهوا شباب، غارة غارة. قتلته نايف، لحق لي فشكي، ما ضل معي فشك. وأنا ما معي غير فشكي واحدة وما رح فرط فيها هلا. هلا بس يجي صاحب النصيب بناوله اياها وبنهرب. ها ليكو ليكو صاحب النصيب. نايف قتلته.
باطل، راحوا فيها الشباب. ولد صبي، انت مجرم سفاح، انت خاين، ليش يقتل الرجال عصم لي؟ لا وضاح، ما دخلوا، انا اللي قتلته. ما دخلوا؟ ايش يعني ما دخلوا؟ يعني هو بريء، ما كان رضيان بهالشي بنوب. يعني هي اعترافات انك قاتل رجال عصم لي؟ ايه نعم، انا اللي قتلته. يعني انت في معلومات انه هذا مجرم قاتل رجال عصم لي؟ احكي ولا الصبايا. اي نعم، انا كنت بعرف. هو كان بيعرف بس ما كان راضيان بهالشي بنوب، وما هان عليه اني اقتل ولا واحد. انت في سكوت عن معلومات خطيرات، لازم تبليغ قيادات عن مجرم خطير. انا ما بخبر عنه لو مهما صار. شاويش وضاح، سلم لي على اهلي اللي تميت عايش، وقول لنبيها نايف اخذ لك حقك وما راح رخيص. نبيها امان برعبتك يا وضاح. اسمك ولد؟ وضاح الخشاب. ولاية ماذا؟ ولاية الشام. هدمون يا شباب، يا وين الشباب؟ هدمون ولاد الكلب. ما ريحة لحم مشوي، معناتها انا مو لحالي هون، في انس حوالي. ما انت لا تتحرك، اي حركه بتموت. ها شو يا ابي، عم تشوي جاج؟ اهلين بابن البلد، تفضل هلا بناكل سوا. انت من الشام؟ اي نعم، من جوبر. احكي هيك من الاول يا رجل. إيه ليش انت خليتني احكي؟ مشان الله ما تواخذني. خلص اخي خلص، عليك الامان. واهجم لك عليها مثل الديب، واسرقها وارقد، وعينيك ما تشوف ولا يصيحوا حرامي حرامي. والله يا عفارم عليك يا ابو سعود. ياسين؟ انت من انو حارة بالشام؟ من ميدان، من حارة عياش. معناها بتعرفه لوضاح الخشاب؟ وضاح الخشاب؟ رفيقي وعز الصحبة انا وياه. ليش انت من وين تعرفه لوضاح؟ كنت اخدم انا وياه بقلاي واحد. وضاح الخشاب؟ على علمي انه وحيد وما بيروح على اخذ عسكر. أخدوه؟ وينه هلا؟ وين تركته؟ الله يرحمه، العوض بسلامه. وضاح مات؟ بأي بحياتكم، عدموه هو واحد تاني من الغوطة اسمه نايف. يا باطل يا باطل، وليش عدموهن؟ الله أكبر والعزة لله. يلا يا أبي قوم قوم، نتوضا نروح نصلي المغرب، ونحن راجعين نمرق لعند المختار أبو وضاح. أبو وضاح؟ يا أبي، أبو وضاح بعت لك خبر عن العقيد أبو فهد مشان نمرق لعنده. ما عرفت شو بده مني يا أبي؟ بده يشوفك ويطمن عليك، يمكن بده يسألك إيش كان شفت ابنه وضاح. صحيح يا أبي، أنت التقيت بوضاح شيء؟ لا يا أبي ما شفته ولا التقيت فيه. ولا سمعت عنه شيء؟ بلا يا أبي سمعت. سمعت؟ هات لشوف، قل لي شو سمعت؟ ياسين شباب، ليش عم تبكي؟ وضاح صار له شيء؟ الله يرحمه يا ابي، الله يرحمه. لا حول ولا قوة الا بالله. وضاح استشهد؟ لا يا ابي ما استشهد. لكن كيف مات؟ عدموه العصم اللي هو واحد رفيقه. عدموه اعدام؟ ليش؟ شو مساوي؟ بعدين يا ابي بعدين، بعدين بحكي لك. مش كان هيك؟ بلا ما نروح لعند المختار. وانت لا تجيب سيرة قدام حدا، خلي الناس تعرف من غيرنا. فهمت علي؟ روح لنروح، روح لنروح نتوضى. اه بالقشلة؟ ايه هون بالقشلة. هلا هي حاسبة عسكرية؟ لك يا سيدي كتر خير الله اللي سالم بيك خالة لحرمتي. الله يسر لي اياه وظبط لي الخدمة هون بالشام. لك صحيح يا سيدي، هلا انت قديش غبت بالعسكرية؟ 3 سنين ونص. رجعت لقيت الحارة غير حارة والدنيا غير دنيا. ايه شو راح عليك معناتها؟ ناس ماتت وناس عاشت وناس عملت عراس وناس اندفنت، شغلة طويلة راح عليك كتير. لك قال تحسين طلع غريب عن بيت عياش وقتل ابو ادهم. لك ايه لك، وطلع غير ابو ادهم، قاتل 2 غيره، بس شو متلك موتة؟ يا لطيف على هديك الموتة. يا لطيف، وابو عبده مات، وام نجيب ماتت، وابو عادل مات، وضاح. شو بوضاح ياسين؟ اه؟ ما هو شيء. ليش انا قلت وضاح؟ ياسين
بصلاة محمد تقلي شو بتعرف عن وضاح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ياسين حلفتك بصلاة محمد تقلي. صفوان توعدني إنك ما تجيب سيرة لحدا؟ شيء ولو لك يا ياسين، سرك كبير يا زلمة. الله يرحمه. وضاح مات؟ اي نعم. شو هالحكي؟ انت متأكد من الحكي لك ياسين؟ والله رفيقه هو اللي حكالي وأكد لي هالشي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ابو نمر، انا عم اتهرب من وش عمي ابو وضاح مشان ما يدرى مني، وهي انت تريد بالقصه وانت تصرف. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يكون بهون امه. لك شو بده يصير فيهم بس يدروا بالخبر؟ ياسين خد لي طريق. كمل كاستك عقيد. خد لي طريق. لا تراجع على حبك. لا تراد على حكمك يا الله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا 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 صبرك يا الله ونعم الوكيل. وحدي الله اختي، وحدي الله. حاجة تفاولي على هالصبي. صبحية انت مالك غريبة عنها، من طول عمرها بتعطش بالحكي وبتلحوش. صبحية سمعانة شي عن وضح انا متأكدة. قولي على عمتي. تختخ قلبي من الخوف. صلي على النبي يا ام وضاح، صلي على النبي. هلا انتو تأكدتوا من الخبر؟ لا والله، والله ما لنا عرفانين شيء. حسبي الله، ان شاء الله خير. الله يسلمك. وين رايحة اختي؟ عمتي. في جواتك ذرة رحمة؟ لك عم بيقولوا انه ابن اختي مات، كلياتنا بدنا نموت، هيك عم تحكي بهالبساطة؟ شو بدي ساوي له يعني؟ ليكون انا موتته وماني دريانة؟ شبدانة؟ لك الموت ما فيه شماتة يا بنت الناس، ما فيه شماتة. الله اكبر، ماني ناقصتك. راسي عم يوجعني، لا تزيد على قلبي. ايش القصة؟ صار لك كم يوم مالك على بعضك؟ والله مشغول بالي يا عمور، مشغول بالي كثير على اهلي، خايف يكون صار لهم شيء. خيو ما تفكر بحدا، فكر بحالك. الله
فكر بحالي، انا خلص مشي حالي. حكمت مؤبد وراحت علي، بس العطر على اهلي ما له غيري بهالدنيا، شو بيكون صار فيهم هلا؟ إذن الله لخيو، إذن الله. بكره بس ينفك اسرك وترجع لاهلك بفرحوا فيك وبتفرح فيهم. قلت لك حكمي مؤبد. لخيو باب الحبس بعمره ما تسكر على واحد بريء. بكره ان شاء الله الله بفرج علينا وعليك. عموري قديش انت باقي لك لحتى تطلع؟ يعني على الحسبة شهرين ثلاثة. يعني لسه بدي شي ثلاث شهور لحتى ابعت خبر لاهلي. لخيو ما بتعرف امتى بيجي الفرج. يمكن بكره نطلع. انت اكرم من ربك؟ لا والله، ونعم بالله. خيو خيو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لخيو هلا هاي بيقولوا لها حارة عياش؟ اي نعم. لعنة الله على عياش ولا سيرته. شو تفضلتوا خيو؟ ما في شي عمي، ما في شي خير. لخيو عجب، وين صار بيت المختار ابو وضاح؟ خير عمي، شو بدك منه؟ خيو له عندي اماني وبدي اوصل له اياه. ايوه، وشو هاي الامانه بالله؟ خيو الامانه لاصحابه بسلامه فهمه. لك يا عمي، المشكله انه ابو وضاح وجماعته مسافرين، بس الجماعه بيكونوا بيت عمتي. ها بقى كان بدك يعني انا بوصل لهم اياها؟ لخيو على راسي منك ومنهم. خيو انا جاي من طرف ابنهم وضاح. شلون وضاح؟ ايه والله يا خيو. لخيو مشان اطمنن عليه اوصل لهم مكتوب من ابنهم وضاح، مشان يبعثوا له شويه مصرات، لانه الواحد. شرف عمي، شرف شرف، نحكي جوا. تفضل تفضل تفضل. يلا يا اهلا وسهلا يا عموري، نورت الشام عمي. اهلين يا خاي، اهلين يا صفوان. ما قلت لي لخلاخ وينه هلا ابن عمتي؟ والله محبوس بتركيا. محبوس؟ ايه والله، ويشهد الله انه ابن عمتك بري. ايوه، ودخلاك قديش محكوميته؟ مؤبد يا حرام. اسمع خيو، انتو لا تخافوا، حطوا عينكم بعين الله، والبري لابد ما يجي يوم يطلع. مسكين يا ابن عمتي مسكين. وحد الله خيو، وحد الله. الحبس لرجال، وابن عمتك وضاح رجال قبضاي قليل من امثاله. طيب ما قلت لي ابن العم هلا وضاح شو مساوي لحتى حاكمينه مؤبد؟ بس 5 سنين صار لي بعت هذا المكتوب وما في لا حس ولا خبر من اهلي. روق اخي ابو نمر، مشان الله روق. الانسان يسر ويسر، وانت ما بتعرف شو ظروفهم. شو بدها تكون ظروفهم يعني؟ ابي لو لساته عايش ما كان بيستنى ولا دقيقه بعد ما يوصل المكتوب. انا بعرف، بس اكيد ابي وامي ماتوا، ماتوا طيق من اهرن علي. في حكي اكيد انه بدهم ينقلونا. لوين بدهم ينقلونا؟ من هذا الحبس، وفرج قريب ان شاء الله. يعني بدهم ينقلوا كل المحابيس من هون؟ مو كله كله، بس المؤبدات. يعني انا وانت وشي 2 تانيات من الشباب. مزبوط. وشو هالفرج هذا؟ شو بدهم ينقلونا لسجن احسن من هون يعني؟ الله يفك اسركم يا شباب. الله يفك اسركم يا شباب. يلا بخاطركم.
إلها كم يوم ونلتقي مع الحبايب. ايه 8 سنين راحوا من عمرك هيك يا وضاح. عسكري عثمالي ابغى طخه. وش تساوي؟ ابغى طخه. لا يا ولدي لا. وليه؟ يمكن يكون عربي. لا تخاف يا اخوي لا تخاف، الله يصبحك بالخير. صباح الخيرات. منين الاخو؟ انا من الشام. وش تساوي بالديره؟ رايح على الشام. رايح على الشام بثياب العثمالي؟ ليش؟ شو فيها؟ وش بيها؟ بيها ذبح. العثمالي طلع من بلادنا من 7 سنين. شو العثمالي طلع من بلادنا؟ اي، وجانا يلي ما يخافوا ربه. شو قصده؟ قصد الفرنساوي. الفرنساوي؟ اي. يلا يا اخوي على المضارب، تغير ثيابك احسن ما حد يشوفك ويبلغ عنك الفرنساوي، ترى ان شافوك ما يرحموك بنوك. كتر خيركم عمي، الله يجزيكم الخير. ما شاء الله يا ما شاء الله، شيخ ولد شيخ. نحن من بعدكم يا شيخ، ولا بتكون تسمحوا لي؟ انا لازم اتيسر. لوين؟ عالشام. لا بالله ما تروح، ذبيحتك على النار وانت ضيفنا 3 ايام، واليوم الرابع باذن الله تروح لربعك. الله يخليك يا شيخ، انا قليت من سنين ما شفت اهلي. تشوفهم ان شاء الله تشوفهم. اقعد اقعد، ريح 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 بامرك. انا ريح. اي أخلي يوم اللقاني لابس قلبان كسر ظهري وعظام البيد وقزان. أخلي يوم اللقاني لابس قلبان طحن عظمي وهلحني طحن القزان، طحن القزاز اليابس دمع الحابس حطونا بالمحابس. جوال ابواب جوال ابواب وصوب يا محبوب. قلت يما بنصلي احسن شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. مين هذا اللي عم يقدم جنب الديل؟ ما بعرف، من شوي شفت بدوي جاي ناحية الديل، يمكن هو اللي عم يقدم. يا الله، قديش صار لي ما سمعت أذان؟ صوته حلو كتير. إيه؟ والله الصوت مو غريب علي. مساء الخير. مساء الخيرات يا أهلي. أبونا الخوري بيسلم عليك وبيقول لك تفضل لعنده عبير. خير إن شاء الله، لا تكونوا متضايقين من قعدتي هون. لا أعوذ بالله، بالعكس، بس أبونا الخوري حابب تشرف لعنا عبير مشان نقوم بواجبك، يعني مشان تتعشى وتنام عنا، لأنه الأردن هون مليان طباع وديابة وحرامية. كتر خيركم عمي، تعودنا على العيشة بين الطباع والديابة، وإذا كان على العشاء تعشينا والحمد لله. سلمنا على أبونا الخوري وقول له كتر خيرك. أبونا ما رح يرد على الحكي بنوب، وهلا رح تعذبه ويجيب نفسه لعندك مشان تروح معه. لا أعوذ بالله، شو هالحكي؟ أنا بيجي براسي، تكي بس. عنك أعوذ بالله. يا عيب شو منك؟ يا عيب شو لو؟ يلا، تفضل تفضل. سيدنا حابب نام على الاسطول. ليش يا ابني؟ في عنا غرف كثير وعنا تخد وفرش والحمد لله، الدنيا هون بارده. الله يبارك فيكم، بس مثل ما سبق وقلت لك صار لي سنين وايام محروم من شوفه هالسما، فخلوني انبسط بهالنومه، شوف السما وحس بالامان. مثل ما بدك، بتعرف
تعتبر حالك ببيتك وبين أهلك وناسك. عليم الله غمرتوني بلطفكم وبكرمكم مثل أهلي وعس. طلعوا له فرشة على السطح. يلا تصبحوا على خير. أنت بخير. تلاقي الخير. تفضل. اسم الصليب عليكي، ليه عم تبكي؟ صوت الزلمة اللي كان عم يقتل ذكرني بالحارة وبأهلي وبجوزي. صوته بيشبه صوت جوزي الله يرحمه. مالي حبيبتي؟ هي لأنه أول مرة بتسمعي الأذان من بعد ما طلعتي من الحارة. يمكن. يلا حبيبتي تعوزي من الشيطان ونامي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى رويدة بتكون فايقة هلا ولا نايمة؟ وإذا كانت فايقة بتكون عم تفكر فيني؟ إيه بس أكيد قلبها بيكون حاسس إني صرت قريب منها. وأمي وأبي أكيد قلبهم بيكون حاسس إني صرت قريب منهم. يلا هانت. يعطيك العافية يا ابني، ما قصرت فضلت علينا. لا يا سيدنا الفضل لله، هذا واجبنا. الشغلة اللي سويتها يا ابني خليتهم يهربوا، فكروا انه اجتنا نجدة من العسكر. تفضل تفضل. شرف شرف. زيد شرف. لك ابني خليك معك اليوم، بتريح حالك من السفر على القليلة. اخ يا ابونا اخ، والله رب لي جناحات لطير طيران على الشام. الله يا رب يجمعك بأهلك ويفرح قلبكم بلم شملكم. آمين يا رب. يلا دعونا بخاطركم. مع السلامة. مفا مع السلامة. ابقى خلينا نشوفك. أكيد. وانتو شرفونا بزيارة بس تروحوا على الشام. بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة. والله شو اسمها الضيعة عم؟ الضيعة اسمها عدرا وأنا مختارة. أهلين مختار. هلا قديش في من هون للشام؟ يعني على الفرس بدك شي ساعتين ثلاثة. أيوه. كتر خيرك عمي. بس قبل ما تروح لازم نقوم بواجبك. كتر خيركم والله يديمكم. منين حضرتك الله بحييك؟ أنا من الشام. من أي حارب الشام؟ من الميدان. تعرف المختار أبو الضاح؟ شلون ما بعرفه؟ المختار أبو الضاح بيكون والدي. شو هالحكي؟ أنت ابنه لأبو الضاح؟ إيه أنا ابنه. يا ميت أهلين وسهلين. شرف معي على المضافة عمي. شرف. لا عمي بدك تسمح لي. أعوذ بالله، علي الجيرة ما بتروح من الضيعة قبل ما تاكل بيحتك. وهي هي قصتي من طقطق للسلام عليكم. يعني هلا صار لك 8 سنين ما شفت أهلك؟ إيه والله. قديش أمك وأبوك بيكونوا تلوعوا على غيابك؟ الحمد لله هانت، بقى مشان هيك يا مختار مستعجل كتير. يعني ماني مصدق على الله ايما توصل لعنده ونشوفه. معناتها ما رح نأسرك بالمونه عنا. هلا بتاكل بيحتك بتتيسر على بكي. الله يجبر بخاطرك ويديم عزك يا مختار، والله فضلت على راسي من فوق. ما حدا له فضل على حدا عمي، الفضل كله لربك. ابوك الله يذكره بالخير عمر بكل ضيعه بيت، وهذا البيت له. يسلم البيت وصاحبه عمي.
عرفت شلون عمر كل ضي عبيد؟ لكان شلون ما عرفت؟ كان دائما يقول لي عمر بكل بلد بيت، يعني صاحب ومحب. اي نعم. الله يديمكم. والله لو ما بينت لنا عذرك ما خليناك تمشي بهالوقت لو مهما صار. الله يجبر بخاطرك يا بختار. دير بالك عمي، دير بالك على الطريق وخليك صاحي، لانه بعد شوي بتعتم العين وبدك لتصل على الميدان لبعد العشاء بس. وخلي باروتك بايدك جاهزه. ولا يهمك عمي ولا يهمك، بعجبك انا. الله معك، مع السلامه. يلا بخاطركم. سلم لي على ابوك كثير السلام. بيصل عمي بيصل. شو ما عرفني؟ شو بنا عبدو؟ انا وضاح ابن عمتك، طلع فيني منيح. وضاح ابن عمتي؟ ايه عبدو شو بك؟ طلع فيني منيح، وضاح ابن عمتك. لك ايه والله. لك انت وضاح؟ تهليل. لك هلي ابن عبدو. لك تهليل. يا مو يا مو انت من الشات وعايش. شرف شرف. يلا لحظة. يا مين تهليل وسهلين. شرف. يلا يلا. شرف. الله حيوة ابن مرة. يا مو يا مو يا مو وضاح رجع. أهلين عليا، شلوني؟ هاي مو عليا، مو عليا، هاي شكرية مرته لرشدي. شو هالحكي؟ خزيت العين. يا مرت خالي؟ والله رح أوضح. يتقبرني. شلونك مرت خالي؟ كيف صحتك؟ تقبر قلبي، والله مشتاق. الله يسلمك يا رب. شو وينه خالي؟ ماني شايفه، والله مشتاق له كوميات. وروحي عم تغرف غرف على ما ضمه وبوسه من شواربه. شوفي مرت خالي، شوفي عبدو. يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك. فوت لحق لك ليه بدها تاكلها، اكيد جاي جوعان. شيخي ماني جوعان، ماني جوعان. معيدك جيب لي المفاتيح. يا ابني بيتكم مهجور صار له 4-5 سنين. شيخي كرمال الله، اللي اذا بدك تعطيني هالمفاتيح اعطيني اياهم، ما بدك تعطيني اياهم اللي ما بدي اعطيك المفاتيح. ليش حتى ما اعطيك اياهم؟ البيت بيتك، كل مفتاح من حقك. تكل جيب لك اياه. لحظه. بسم الله.
شدايدي نفخه فيه الرضا وبه يظيم مثوبة الرحمن. الصبر مفتاح يا بواب الفرج سجدت بذلك تجارب الإنسان. صبرك يا الله. افتح خالي افتح، انا خالك ابو صفوان. السفر تعبان، يعني ما رح احس عليكم. والله عم نحكي مضبوط الشيخ نزيه. اي والله مضبوط. يلا يا جماعه معناها بعد الظهر بنرجع. شرفوا لعندي على المضافي. شرفوا شرفوا شرف. يا جماعه تفضلوا لعندي انا على المضافي. شرفوا. اسمع لك انا عندي مكتوب لازم ابعته لاخيه وبس خلصت بمر عندك. يلا السلام عليكم. اذكر له انه وضاع رجع. انا رايح معك. انا رايح معك. امشي معي. رشدي الحمد لله. وانت شلونك؟ اخ يا ابو عجاجة كسر ظهري بعد ما رجعت على الحارة. لك يا ريتني ضليت محبوس طول عمري ولا دريت باللي صار باهلي وحربتي. وحد الله ونمر. لا اله الا الله. يلا قوم معي لنروح. خلينا نروح على البيت منشان تتغسل وتاكل لك لقمتين وتقعد وتستقبل الناس. اهل الحارة كلياتهم فرحانين فيك ومشتاقين لك وبدهم يشوفوك ويسلموا عليك. أهل الحارة لو إنن أولاد أصل ما كانوا بيقولوا عني خاين. أنا خاين لك رشدي؟ أعوذ بالله. أهل الحارة لو إنن أولاد أصل ما كانوا تركوا أبي بمحنته لحاله وصاروا يطلعوا عليه كلام طالع نازل شي بيوطي الراس. بس أهل الحارة ما تخلوا عنه لأبوك. بلا تخلوا عنه وما بدي يشوف حدا منهم بنوب. بعدين أنت شلون فت على البيت؟ المسطوح. ترجع من على المسطوح. باب البيت ما بينفتح بنوب. خلص مثل ما بدك. برجع من الاسطوح. بس بدك تتغدى معي. انا ماني جوعان. ابو نمر بغلاوه ابوك وامك ورويدا ورحمه المرحوم خالك ابو عبده تحت تراب انك تاكل معي. ابي وامي ورويدا رح يرجعوا باذن الله. بس الحازز بقلبي لك رشدي هو خالي ابو عبده. الله يرحمه. الله يرحمه. قرب ابن عبدي. قول بسم الله. بسم الله. أبو نمر ما تاكل. خلص كفاها الله أنا ما عاد فيني. بدك تاكل هالسيخ من إيدي. والله ما عاد فيني. من أيمتى بتخجله لأبو عجاج؟ ما عاش اللي بده يخجلك. يسلم والديه. الله يسلمك يا رب. أبو عجاج؟ هلا انت ايمت اخر مره شفت فيها ابي وامي؟ انا ما تركتهم بنوب. اكثر اوقاتي كنت اقضيها عندهم وبالاخص لما مات ابي الله يرحمه. الله يرحمه. بس اخر مره شفتهم فيها بنفس اليوم اللي تركوا فيه الحاره. العصريات كنت عنده وبنص الليل فقدناهم وما عاد لقيناهم. طيب
هن ما حكوا قدامك انه ناويين يتركوا الحارة؟ لا والله ما حكوا شيء، بس انا حسيت انه ناويين على شيء، بس شو هو ما بعرف. قمت بنص الليل وحكيت لرويدا الله يذكرها بالخير ويرجع لنا اياها بسلامه مثل ما من علينا برجعتك سالم. امين يا رب العالمين. عم تغري قالت لي رشدي قوم خدني عن بيت عمتك لانه اكيد ناويين يسافروا وما يجيبوا سيره لحدا. لما وصلنا لهون الله ابو نمر. لا اله الا الله. شو قلت ابو نمر؟ تروح معي؟ لا لا انا بدي ضل. لك شو هي الأمانة حتى تخلينا ننظف لك البيت. لا لا أنا البيت هيك كتير عجبني. وضاح تشكر قاسي، هلأ اللي صار صار وهي مشيئة رب العالمين. إن شاء الله بكرة الغوالي كلهم بيرجعوا وبيرجع البيت عمران أحسن مما كان. أنت أكرم من ربك. لا إله إلا الله. تقبر قلبي، رح سخن لك شوية مي، فوت تتحمم وغير أوعيك. لا مرت حالي، لا أنا لا بدي أتغسل ولا بدي أغير أوعي، أنا لسه قدامي مشوار طويل وبعيد. يحت أبرمي ولوين هالمشوار؟ بدي روح دور على أهلي وعلى حرمتي. خالك وولاده وكل رجال الحارة والعقيد أبو فهد تلفت رجليهم لك ابني وهنن عم بيدوروا ما كانوا يلاقوه. ما بدك تروح تدور هلأ وضاح؟ بهالدنيا أنا ما بقدر أعيش بدونه ولا بيهنالي عيش إلا إذا لقيته. يلا خلونا ننظف له هالبيت شوي. يلا طيب يلا عمتي. يا وضاح افتح الباب، يا وضاح افتح الباب، طعمينا لحمك يا باب، طعمينا لحمك يا باب، طعمينا لحمك يا باب، طعمينا لحمك يا باب، افتح الباب يا وضاح، يا وضاح يا وضاح، يا وضاح افتح الباب، يا وضاح افتح الباب. خالتي الله يرضى عليه، وسمعانه شو عم يقولوا؟ مضافة ابن الخشاب عمره ما بتسكر لباب. قوم تقدرني قوم الله يرضى عليك. ابن الخشاب مضافة ابن الخشاب عمره ما تسكر لباب، عمره ما تسكر لباب، افتح الباب يا وطاح، افتح الباب يا وطاح، مضافة ابن الخشاب، مضافة ابن الخشاب عمره ما تسكر لباب، عمره ما تسكر لباب. ما يا وضاح، أنا شاهر عياش، أبوك بعمره ما تسكر بابه، وعلي جيرة، جيرة الله، إذا ما بتفتح الباب هلأ بحياتي ما رح أحكي معه ولا رح فوت على بيته. يلا يا مو حلوين، يلا افتح عيوني الله يرضى عليك. ومو بس أنا، رجال الحارة كلها يا دول. هلا خلونا نروح. تفضل لحظة أكيد وضاح فتح الباب. لك وينك يا رجل وينك؟ ايه علي الحلال بغيابك الحارة ما لقيم ابنه. الله يسلمك يا صفوان. لك يا رجال الحارة كل اياتكم معزومين عنا على العشاء، احملوا لنا المطار. وهي الهية
اهلين ابو مرزوق. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. تفضلوا. ايه دول كلهم واللي برا بدهم ياكلوا عنا. ايه شو لك؟ ايه بس مالنا مساويين اكل يكفي. شو هالحكي؟ ليش هيك؟ قديش مساويين اكل؟ يعني شي يكفي ست سبع زلم. يا سواد وشك يا مختار، لك ابني انت كنت بتعرف انك عازمهم، ليش ما قلت لي كنت انا عزمتهم؟ شو بده يعرفني يا بي انه هيك بده يصير؟ لك طالما كنتوا عارفين انه في عزيمة اليوم، ليش ما عملتوا اكل بكفي؟ ليش؟ شو عرفني؟ فكرت بدكم تعزموا بس الكبارية. شلون يعني بس الكبارية؟ شو صار معكم؟ فوت عم يفوت، ضيفهم قوي، بعدين بنحط الغداء. يلا بسرعة، يلا عافية، يلا بدهم. ايه عمره ما حدا ياكل، منحط اكل للكباريه اللي جوا بكفي. ليك والشباب 30 40 واحد واقفين برا، شو بدنا نقول لهم يعني؟ لا تواخذونا ما عندنا اكل. دبرونا هلا، سووا لنا رز برغل اللي بدكم اياه، المهم تدبرونا. اهلين وسهلين شباب. الله يسلمك. عبد السلام خال. الله يسلمك. سلام. ان شاء الله كف لا يعدم فرحة أولادك عمي. صحة والله. يلا السلام عليكم. وين وين أبو مرزوق؟ والله يا مرزوق بدي روح وصل صفوانا على بيت أهله. قصدي بدي وصل أبو صفوان لعند أم مرزوق. قصدي بدي وصل أبو صفوان لعند حرمتي أم مرزوق. الله لا يوفق يا سطيف. قلت له مختار هالنص وقية عاطلة ما صدقني. ما تواخذنا مختار، بدي وصل حرمتي مرزوق على بيت أهلها. يلا السلام عليكم. تعال وين رايح؟ تعال يلا يلا. لك شو بك مرزوق؟ الطاسة فاضية والله عبيها. الله عليك يا مرزوق. يا اهلا وسهلا بك. اهلا خال. السلام عليكم. عليكم السلام. شو تقبلي تغديت؟ ايه خالتي تغديت والحمد لله. وان شاء الله انبسطت عند خالك ابو صفوان. الحمد لله. بس اللي خلاني انبسط اكثر شوفت صفوان. صاير زلمه معدل وصاحب واجب وببيض الوش. بس ما بعرف ليش عمي ابو لطفي والعقيد شاهر وبقيه العضوات ما راحوا عن غدا. هو صاير شي بينه وبين خالي ابو صفوان؟ لا والله تأمرني ما في شي، بس بيكونوا ملتهيين بشي شغله ثانيه. وكاني سمعت انه خالي ابو صفوان صاير هو المختار. ايه موقت تأمرني لبين ما يجي ابوك بالسلامه ان شاء الله. ايه شو علي؟ ايه علي يا خانوم؟ شو هي الامانه؟ تأمرني هلا مو وقتها. لا معلش خالتي معلش، بدي اسمع منها. رويدة الله يذكرها بالخير ويرجع لنا اياها بالسلامه يا رب. امين يا رب العالمين. قالت لي قبل بنهار من طلعتها من البيت إذا طلع وضاح عايش ورجع وأنا كنت ميتة بقي سلميلي عليه وقلي له أنه رويدة ظلت تحبك لحتى ماتت ورح تضل تحبك وهي تحت التراب. عيد الشر عن قلبها إلهي. يعني هي كان حاسسة قلبها أنه أنا لساتني عايش؟ إيه رويدة ما كانت مصدقة كل هديك القصة. شفته من صفوان مبارح خلاني غير نظرتي القديمة كلها.
شلون يعني؟ يعني صفوان صاير واحد تاني غير صفوان اللي كنت أعرفه من 8 سنين. لك صاير زلمة معدل وصاحب واجه. أيوة. وأنا مني وعلي نسيت كل الماضي. ونحن كمان ما في شيء بيننا وبين. لا في. هذاك النهار اشتلقت عليكم إنكم ما أنتم صحبة معه، وخصوصي إنكم ما رحتوا على العزيمة تبعه. نحن يا أبو نمر مشغولين هلا بتأمين السلاح والجبخانة وتدريب الشباب على السلاح، وما لنا فاضيين لصفوان وقصصه. مشان شو السلاح؟ مشان الحرب بنساوي. ايوه معناتها بدكم تحسبوا حسابي معكم. انت هلا ريح لي حالك وصفي لي رخت منيح، وفكر لي بموضوع ابوك وامك وحرمتك. وين لهم معارف؟ وين لهم اصحاب ممكن يروحوا لعندهم؟ والله ما نمت الليل وانا عم فكر بهالموضوع. ايه شو طلع معك؟ ابي وامي عرفت وين راحوا، بس حرمتي عرفت لوين راحوا؟ ايه، وان شاء الله بكره من الصبح بدي اطلع جيبه. معناها رجلي على رجلك، بكره الصبح متيسر، بس ما قلت لي لوين؟ عند الشيخ وضاح المطلق، ابي مستحيل يفكر يروح غير لعنده. خطر ببالي هالشي من اول ما سافرت، وطلعت انا وابو شومان على عشيرة الشيخ وضاح. ايه شو ايه؟ لقينا العشيرة كلها تاركة هالبلاد ورايحة صوب نجد. وليه تارك البلاد؟ يلا شد لي همتك، شد لي همتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة يا أبو نمر. أهلين أهلين، الله يسلمك. أكيد أنت ما بتذكر أنا. بدك ما تواخذني، والله ما تذكرتك. بس تعرف؟ والله وشك مانو غريب عني. لك هذا أنور تبع الكركون. لك إيه والله. أهلين أنور أفندي، شلونك؟ الحمد لله أبو نمر. أنوار قد ما حب الشام ما رضي يرجع على بلاده، ضل عنا هون بالحارة وجوزناه كمان. شو هالحكي؟ إيه والله حصلنا الشرف. ونحن أكثر عمي أبو نمر. إيه عمي أنوار، هلا بتجيب 4 خوريك بتذبحهم هون وبتنظفهم، 3 منهم بتوزعوهم، وتبيعها الرابعة بتعطيها لحرمتك مش هالعشا بالليل. بيأمر عادي. هذا الطنبور، على السريع بدي إياه بالمضافة جوا، يلا. بيأمر عادي. الله يسامحك يا عقيد، لشو كل ها؟ ما في شيء من واجبك. يعني والله الشباب من الصبح ما قصروا، صار جايين شيء 3-4 طنابر من جميعهم. انتم فاضيين على الكل، وقد ما ساوينا بنضل مقصرين. الله يزيدك شرف. يا والله يا جاد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، لك يا ميت اهلين وسهلين باحلى معلم واحلى عقيد. اهلين باحلى ابو عجاج. شلون ابو عجاج؟ الحمد لله داعي لكم. الحمد لله على السلامة يا معلم وضاح. الله يسلمكم، شلونكم يا شباب؟ شلون الدهر عليكم؟ الحمد لله. الحمد لله. شو ها؟ الشهيد وضاح؟ ايه شو عليه؟ الله يطعمنا الشهادة. ولسه كمان في جامع الشهيد وضاح. شو هالحكي؟ وين؟ عقيد؟ خير اخي شو فيه؟ اجوا درك بدون ابو حدو عقيد. شو بدون ابو حدو؟ والله ما بعرف. ابو حدو بتخانق مع حدا شي؟ عقيد ابو حدو مثل ما بتعرفوا، لا بيخانق حدا ولا بيزعل حدا. ولا وين ابو حدو؟ بتغبي تحت الناعور اللي بتضحك. والدرك اللي اجوا من جماعة الكركون؟ لا، من جماعة الداخلية عقيد. يلا عن اذنك ابو نمر. لا انا جاي معك. لا لا ما في داعي. عقيد ليكون من شان. خلاص انا رح اشوف شو القصة. يلا السلام عليكم. الله معكم، هوني. شرف ابو نمر شرف. لا ما بدي، بدي روح شوف صفوان بارك له بالمكتب. يلا بخاطركم. الله معك معلم الله. شلون رويدة ورتت هاي الورتة مع موضار؟ السلام عليكم. السلام. وعليك السلام ورحمة الله. يلا لك عليهم ابن مر. شلونك محجوب؟ داعي لك والله. شرف ابن مر، شرف مطرحي. لا 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 بقعد هون انا. اعوذ بالله. لك علي الحلال ما بتقعد الا بمطرحي لك ابن مر. يا شرف شو شرف ابن مر شرف شرف. معي ابن مر. ايه ولو ايه علي الحلال ما صدقت امتى شفتك قاعد بيناتنا. الله يديم عزك. وان شاء الله الف مبروك المكتب. الله يبارك. الله يبارك فيك. شو ابو محجوب؟ صحيح سمعت بدك تسكن ببيت ابو نجيب؟ اي والله اخر جدي هيك بده عشبك. اي مو على كيفه، بيت ابو عبده لازم يضل عامر برجاله، انا اليوم بحكي معه. صحيح قبل ما انسى، انتم اليوم معزومين عندي على العشاء. الله يزيد فضلك يا سيدي. ان شاء الله برجعة الاهل بالسلامه يا ابن نمر. ان شاء الله، بس ما بكفي رجعة الاهل بالسلامه، ورجعة ابن نمر ان شاء الله. اي والله مظبوط. يلا بخاطركم. يا عيب شو ما شربنا ان شاء الله. عامر السلام عليكم. شو وعليك السلام. يا سلام. يا سلام.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نمر مور عقيد. هذا مين عزمه؟ أنا عزمته، مشيها المرة كرمال خاطر. أهلين بالشباب، تفضلوا تفضلوا. إن شاء الله مين صحة وهنا. صحة وهنا. أمين أهلا وسهلا، تفضلوا تعالوا تفضلوا. الله يحييك ابن عمتي. يحيي وضاح. إن شاء الله مجاري هنا يا رجال. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. كما شو لو بحبه عقيل. شو هالحكي يا خلوه؟ اي والله خلوه. عن اذنك شوي بخيرو. لوين عقيل؟ راجعين ابو البر راجعين. ما يحفظني رجالي اهو. اهلا وسهلا وجهان عليم الله نورتونا. بارك الله فيك. الله يديمك. زين الله الصحة. أنا بعت مكتوب مع شاب حلبي كان معي بالحبس واسمه عموري. قد ايه له هالحكي؟ يعني بدك تقول شي 6 سنين. ما وصلنا شي على الحارة. غريب، مع انه الزلمة حلف لي يمين معظم انه يوصل المكتوب قبل ما يسلم على اهله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عمي بخير. تفضل يا كريم. شريف عقيد. مور صفوان راعة داخلية. شو هالحكيات؟ اي نعم، ما عم اقول لك. وجتنا اخبارية انه في حملة فرنسية عم تتحضر من حمص وبدها تجي على الشام. ولازم نلاقي لها على الطريق ونضربها. وصفوان شو راح يساوي بالداخلية؟ راح يبلغ عننا. شو هالحكي؟ صفوان عواينة الفرنساوي. لعنة الله عليه. بيه! دنب الكلب بيضل اعواج. ابن مر. امور عقيد. هلا امبارح بعد ما تركناك صفوان طول عندك شيء؟ لا يعني طلع وراكم دغري. ايوه. طيب المهم هلا السلاح اللي بالحاره لازم ينقل بقل من ساعه بدون ما حدا يشتري. ليش انتوا وين حاطين السلاح؟ بيت عمي حمدي. ايه بسيطه، بنبعته على المزرعه اللي عندي. يا سيدي وانت قلتها. افضل. خير يا شباب؟ شو في؟ شوفت عينك. مينو ها؟ عبود الأخرس. لك ومين قتلوه؟ الفرنساوي. يا باطل على هالحكي. لك ليش قتلوه؟ عدي يا ابو نمر. بسيطة، وحياة شوارب أبو وضاح الغالي، لا أخذ بتاره قبل ما يبرد دمه. وضاح هلا مو وقتها. أنا راي على الداخلية، إلي مصلحة بهالروحة. علم وضاح لساته عايش ورجع عشاء. ايه والله الحمد لله. الحمد لله، شكر لله. والله بتستاهل بوسة من بين عيونك لك ابضاي. ايه سيدي، معلم وضاح بده منكم تخبوا السلاح اللي بالعرباية عندكم هون وما تجيبوا سيرة لحدا. سلاح؟ بعيونك المعلم وضاح بيأمر امر. الله ترحبوا علي يا شباب. وينه ابو فهد؟ ما نشاي عبود. عليكم وجه. السلام عليكم. السلام. السلام. يلا يا جماعة، اللي بيحب يروح يتفضل. أبو نمر أنت وأبو خير وديروا بالكم على الحارة بغيابنا. أنا والشباب بعد الجنازة رايحين على المزرعة تبعكم، بس تجيكم أوامر بخصوص الحملة بعتوا لنا خبر. ولا يهمك أبو فهد، أنتوا اتكلوا على الله. خال، أنت مالك رايح معنا؟ لا خالي لا، تيسروا أنتوا، أنا ببقى بروح لحالي بعزي. جيك هاي مفتاح المضافة وخدمة المخترة، مشي لي أمور المخترة لبين ما أرجع. هاتن يا أبي هاتن، خليهن معي، ذاتن أنا ماني رايح من هون. لا خليهم مع أبو نمر. يلا يا جماعة خلينا نتيسر على ضوء. هلا راح على الداخلية. شو هالحكي؟ هلا كان مشان يقبض تمن عبود اللي راح يتحاسب عليه دنيا وآخرة. وخالي عنده علم إنه ابنه ماشي لهم الطريق؟ اسمع عمي، خالك كان عوايني أكثر منه. إيه نعم،
ويا ما في رقبته مظاليم بالاربع خمس سنوات الماضيه، ومشان هيك حطوه هون. ايوه بس يعني بالفتره الاخيره بدينا نحس انه عم يتغير ويرجع لحالاته. ايوه معناتها مشان هيك انتم قاطعين المضافه وما عم تجوا عليها. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله سألكم سؤال، شفتونا شي المختار؟ لا والله ما انا هون، تفضل. اها ان شاء الله في الافراح سيدي. مين هاد؟ شو بده؟ هذا واحد من عضوات خالك ابو صفوان، اللي اذا شاف واحد من كبارية الحارة بالمضافة ما بفوتوا. ما شاء الله على هيك عضوات، شي بيرفع الراس. ايه خلو انت بس فهمني، شو اللي نيمك هني؟ يعني ليش ما رجعت مع ابي والشباب اللي رجعوا بالليل؟ لك مو الشباب قال بده ينام بالضيعه، قام قلت لحالي بنام معه، قام عملوا فيني دين مقلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك. تفضل خالي. تفضل. اقعد خالي. شرفني. خير خالي؟ شو من رجليك؟ والله بيجعوني شوي. لك صحيح محجوب، ما قلت لي شو هالفصل اللي عملوه فيك الشباب هني؟ لك شو فصل؟ قعدنا عند الجماعة وتعشينا وشكلست أمورنا على 24. إيه؟ حطينا راسنا ونمنا. أخوك أبو محجوب دخل نومة ما لها حل، بفيق الصبح ما بلاقي منه ولا واحد، رايحين وتاركيني. إيوه لك بس ما شفنا حدا منه هنا إجا الحارة، ما هيك قبل ما؟ إيه بلا بلا. شو هالحكي؟ لك هلا وين بيكونوا راحوا؟ لك إيه والله من حقق قبل ما، يعني قلتك لوين بيكونوا راحوا؟ لك انت شو بدك فيهم؟ بدنا نطمن عليهم يا بي، ولاد حارتنا. لك يمكن راحوا على الكسوه. على الكسوه؟ ايوه. دخلك شو في بالكسوه؟ ما بعرف بس سمعت العقيد ابو فهد عم يقول له لابو شومان انه بدهم يطلعوا بعد الجنازه على الكسوه، بس ليش بدهم يروحوا؟ ما بعرف. ايه يلا لحنا بالاذن. الله معكم. شرف عم محجوب. لوين؟ لك قوم يلا خلصني على المحل. شرف عم محل. شرف روح. شرف لك خالي، ليش قلت له لصفوان انه الشباب راحوا على الكسوه؟ ليش شو عليه خالي؟ بركي الروحة سرية والعقيد ما بده حدا يعرف. ايه معلش خالي معلش، صفوان ماله غريب. اسمع اليوم بعد المغرب راح تتحرك حملة من الشام لحمص. كثير منيح، بس شو هي التعليمات؟ هلا التعليمات انكم ترابطوا قلعة التنايا، لأنه الطريق بيكون بين جبلين وهيك ما لهم مهرب. مشي. بس اوعكم تتصرفوا من عندكم، القيادة حاطة خطة مدروسة. أبو نمر. هذا خالي أبو صفوان. علي خال تفضل تفضل. يا الله يا الله. يا أهلي أبو صفوان. حلفكم يا الله لا بقى حدا يقول لي أبو صفوان منه مريح. لا 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 خير خير خال. لا تزعل تقبرني ولا على بالك، العين تطرق لك اياها هي وابنها ان شاء الله. اخ لك اختي اخ لك، انا زعلان على الامر اللي ضاع معهم. وحد الله ابو صفوان، وحد الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اخي كلمتين رد غطاهم، بتحمل حالك وبتروح بتعيش عنا بالبيت، وإلك علي قبل شهر كون مجوزتك جوازي غير شكل. انا لك اختي اتجوز بعد هالامر؟ انا يا الله وكيلك صبحيه كرهتني كل شيء فيني شوان بالدنيا. من بعد اذنك خالتي، خالي ابو صفوان رح يضل ينام عندي هون، بتعرفي انا نايم لحالي هون بتسلى انا وياه، ما هيك خال؟ اه اي خالي، انا بدي ضل عند وضاحتي. ايه على راحتك تقبرني. طيب لكن انا بتسمحوا لي عندي مشوار كثير ضروري، وخذوا راحتكم البيت بيتكم، انتم ما لكم غرب. ها الله ييسر لك احمد. تقبرني لا تروح قبل ما تتعشى، عملت لك اكل الطباخ روح بتعجب خاطرك. وين مشوارك؟ هي علينا ضروري تعرف وين بدي اروح. تركيه يسلموا ايديك يا خالتي، انا ماني جوعان. لا تكون رايح تعلق مع صفوان لك خال. لا خالي لا، صفوان حسابه بعدين، رايح صفي حسابي مع اللي اكبر منه. ايوه مع صبحيه يعني. يلا بخاطركم. الله معك تقبرني. ابو نمر تكي تكي، رايح على المزرعه هلا؟ اي بس بدي مر على بيت خالي ابو عبدو اخذ بارودتي وتيسر. هلا اترك لي بارودتا، هنيك مليان بوري. ليش عمي؟ خايف يشتري عليك ابن عمك عبدو ويروح يحكي قدام صفوان. اي والله معك عم. معك عم. دير بالك على حالك. ها ولا يهمك عمي ولا يهمك، يلا بخاطركم. الله معك. شو عم تعطط انت وضاح؟ هي علينا شغله بيني وبينه.
وحييك ابو مر. يا رجال يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا. سميحه يا سميحه، اهلين ابن عمي. بشاره. بشاره شو؟ شو بتعطيني؟ خير وهلا مو وقت تقلي شو البشاره. مكتوب من الشام؟ اهلي رجعوا على الحاره. معناتها بشارتك ما بتهمني. لك شلون ما بتهمني؟ وضاح طلع عايش ورجع على الحاره. خيرو وضاح اخي، وضاح اخي طلع عايش. وضاح وضاح. هون لازم نفترق لثلاث جماعات يا رجال، وقبل اي شيء كل واحد بيراجع نفسه. نحن رايحين على الموت يا ابو ضيات. ها رجال بدنا علبة الحديد. واللي بيلاقي حاله ما له قد الحمل ما له مجبور بيقدر يرجع. نحن ما اجينا لهون من شان نرجع. اللهم زيد الشهاده يا الله. اي نعم نحن جايين على الموت. موت لعدويكم ان شاء الله يا رجال. الله بحيي الابضايات. ومثل ما وصيتكم يا رجال ما بتتركوا لا جريح ولا شهيد بالارض. وما طلعت الصبح بنجتمع بالمزرعه وان شاء الله كلياتنا بنكون سالمين. قولوا الله يا رجال. الله يلا. رجال ولي على عمتي شو حبت واسمه ليكون حراميه اللي اجوا يسرقوا الدير هداك اليوم. لا هاي القواصات بعيده، تعي نطلع على السطوح نشوف شو القصه. شو طلعنا تجينا شي فشكه طايشه. شو مال؟ ساعدوا الأم عجاج. تأمر علي. رضا رضا أبو رضا. بس الله رزقني الشهادة دفنوني بهالأرض الطاهرة. هي سلامتك يا أبو رضا. بس قبل ما تروحوا
صبرت مي. يلا يلا رايح جيب لك مي. رجي ما بصير نصي، الرجال عم ينزف. لعيونك لعيونك يا رضا. يلا هلا جيب لك مي. عم تستنيني يا ابني؟ جاي جاي يا روحي. غنوم خد الشباب وانسحبوا، صار عقيد. يلا يا شباب انسحبوا يا رجال انسحبوا. أبو رضا نيالك على هالموتة. لا تخافي حبيبتي. عرفتي شو القصة؟ ايه، عم يقولوا انه علقاني بين السوار والفرنساوية، هيك ابونا قال. يعني في حرب؟ ايه، ادعي لهم ينتصروا على الفرنساوية. يا رب ينصرون يا رب. طالما البطل وصى ندفنه هون، واجب علينا ننفذ له وصيته. يلا يا شباب خلينا نحفر له قبر ونصلي عليه وندفنه. وبشو بدنا نحفر عقيد؟ بايديكم، بالشباري، بالبوريد، باي شيء. يلا يا رجال. عقيد ابو نمر هلا ما اجى. ابو نمر ما بيخاف عليه، هلا بيجي. الجرح غميق كتير، كأنه في رصاصة برجله لازم نطالع. لا أنا بطالعة، أنت بس هلأ لفي لي إياها مشان يوقف النزيف وخليني روح. وين بدك تروح لك ابني وأنت بهالحالة؟ لا سيدنا أنا لازم روح، رفقاتي عم يستنوني وما فيني أتركهم لحالهم. وين بدك تلاقيهم لك ابني بهالليل؟ هلأ كل واحد منهم بيكون راح بجهة. لا بلاقيهم. نحن متفقين على مطرح نلتقي فيه. إيه بسيطة، هلأ بدلنا على هالمطرح ونحن بنبعت منجيب رفقاتك كلياتهم لهون. تذكر الشاب اللي كان عم يقدن جنب الدير واجا ابونا ما هان عليه ونيمه هون بالدير؟ ايه تذكرته، مو هذا يوم اللي اجوا الحرميه على الدير؟ ايه هذا الشاب كان هو والسوار عم يحاربوا الفرنساويه، قام تصاوب برجله يا حرام، وابونا بعث لي خبر مشان روح ضمد له جرحه. وان شاء الله جرحه مو كبير؟ لا الحمد لله، الرصاصه شحطه برجله، الله تلطف فيه. ضمدتي له الجرح؟ ايه ضمدت له اياه، وقام دغري بده يروح. وراح؟ لا وين بده يروح؟ هلا الفرنساويه بيكونوا معبين الدنيا، وبعد ما ضمدت له جرحه ارتاح شوي الحمد لله، وابونا هو عم يصلي مشانه سحب نومه. ادعي له الله يشفي يا رب. اجوا رفقاتي؟ لا والله يا ابني بعدنا رهبان عنكم ولا حدا. ليك
يكون يا ابونا ما عرفتوا القرنه؟ لا عرفناها، حتى بالعلامه في هنيك قبر. قبر؟ ايه قبر، بس كانه القبر جديد، المي لسه ما نشفت عليه. هذا اكيد واحد من الشباب استشهد امبارح ودفنوه هنيك. يلا بتسمحوا لي انا لازم امشي. لا يا ابني ما بسمح لك، ما فيك انت تمشي على رجليك انت. لا معلش ابونا انا ما راح امشي، راح اطلع على ظهر الفرس. لا يا ابني لا. يسلموا والدين. الله يسلمك يا رب. كتر خيركم، والله فضلتوا على راسي، دعينا سيدنا. الله ينصركم والرب يسوع يحميكم. دير بالك على حالك يا ابني. ان شاء الله. يلا بخاطرك. وين رايح هاد؟ ما بيصير يروح، جرحه عم ينزف لسه. هذا الزلمه اللي حكيتي لي عنه؟ ايه هو. طاح. عميرة جيبوا لها مي. يا اخ يا اخ. عفوا عم تناديلي الي يا اختي؟ انت اسمك وضاح؟ ايه نعم انا وضاح. بتعرفها لعليا؟ عليا؟ لا ما بعرف حدا اسمه عليا. عليا هلا لما سمعت اسمك غمت، اكيد بتعرفها. هي قالت اسمي؟ ايه قالت وضاح. خاطركم يا جماعة وادعوا لنا، الرب يحفظكم. الله يحميكم. الله يحميكم. يلا خاطركم. خاطركم. مع السلامة. العذرة تحميك يا وضاح. لو تعرف قديش قاسيت وتعذبت بغيابك، بس بعمري ما كنت صدق انه بعيد الشر يكون صاير لك شيء. انت كنت عايش بقلبي، كنت شوفك كل يوم بمنامي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. المهم هلا اللي انت شو صار معك بعدين؟ هلا مو وقتها، بكره بحكي لك وبتحكي لي لحتى تقولي حاجة. حتى بنحكي لاولادنا اذا بدي. اولاد؟ يبعت لي حمد ما قلت لك. نحن اجانا ولد سطاكم. بعرف اهلك خبروني. يلا بكره الله بيعوضنا باحسن. امين يا رب. يلا قوم خلينا نروح. لا لسه بكير، بدنا نصلي صلاه المغرب، بعدين ما بدي فوت على الحاره بالنهار. ليش؟ بكره اذا دروا اهل الحاره انك جيتي كلهم راح يلتموا، النسوان بدهم يجوا يباركوا لك ورجال بدهم يهنوني بسلامتك. ما بدي حدا يشغلني عنك بهالليله. يعني ما بدك تخليني اشوف امي واخواتي اليوم؟ لا بتشوفيها، بتشوفيها بكره. بعدين ما قلت لك انه صارت منيحه وبتحكي وتمشي ولا احلى من هيك. تقبر قلبي شو مشتاقت لها هي واخواتي. يلا دوم اتوضى من هالنهر وصلي صلاه المغرب. وقعت لي حمى لساتها عم تجعل؟ لا ما فيها شيء بسيط. شو اشتقت لهالبيت ولاهل البيت؟ اشتقت للزريعه للبحر. يا الله على مهلك على مهلك. تعالي عادي جنبي، تعالي كثير اشتقت لك. يا رب يا رب، مثل ما جمعت شملنا انا وحبيبي تجمع شمل هالعيله يا رب. امين يا رب. يا لطيف شو كان الشيطان يوسوس لي ساعه، يوسوس لي انك تجوزتي ونسيتيني. لا وضح لك المسني. وإذا شو بكير؟ جوزك على سنة الله ورسوله؟ لا لك شلون لا؟ شو بكير ويدا؟ أنا جوزك على سنة الله ورسوله؟ لك مين عم يدق الباب هلا؟
وين؟ وينك يا رجل انا بدي عليه؟ لحالي والله شغلت اللي بالي، وين كنت كل هالوقت؟ رحت جبت رويدا وجيت. رويدا؟ ايه رويدا يلي صار لكم سنين وايام عم تدوروا عليها وما عرفتوا تجيبوها. وينها هلا؟ ليك يا شحاجوها. ايه بس رويدا ما بصير تجي معك لهون. ايه مو هذا بيتها وانا جوزها. رويدا محرمه عليك. شلون يعني محرمه علي؟ ايه نعم، رويدا مكتوب كتابها على ابن خالك صفوان. شو؟ مثل ما سمعت، رويدا لازم تروح معي هلا. رويدا! رويدا! لك هاي حرمتي شلون بتجوزوها لغيري وانا لسه عايش؟ وين كنتي يا خانم؟ وين كنتي؟ لك هيك تطلعي من بيت اهلك وبتجيبي لنا الحكي؟ اختك كانت بمكان طاهر، بيت من بيوت الله. انا وافقت على صفوان مشان يطلع رجلي من الحبس، وكنت ناوي اذبح حالي او اهرب قبل ما يتجوزني، المهم كانت انه رجلي يطلع من الحبس. رجلي؟ رجلي فاجره؟ لا يا عمي لا، ما بيصير هالحكي، ما بيجوز. عبدو اختك اشرف من الشرف، خليها تحكي. انت مشان هيك هربتي؟ ايه لما سألني الشيخ إذا كنت موافقة ولا لا، عبدو كان حاطط السكين على رقبتي. ولك رسولة غازي عشان ما أضربك كفي شيء عفشها. عبدو نزل إيدك أحسن ما أكسرها وحملك ياها. بيبي طول بالك الله يخليك، هلأ بتروح بتجيب الشيخ نزيه وبتجيب معك صفوان لهون، بيطلقها وبنكتب كتابة على وضاح. لك يا عمي بركة لصفوان ما رضي. لك شلون ما يرضى يعني؟ ايه والله بدبحه إذا ما رضي. شلون ما يرضى؟ إذا ما رضي أنا اللي بدي أدبحه. يلا يلا شريف عم محجوب شرف، لو خير شو جابك لعندي بهالليل؟ شو جايبني لعندك؟ وضاح مدور على رويدا وملاقيها ومرجعها. شو؟ رويدا رجعت؟ وينها هلا؟ عنده بالبيت. شي؟ لك شلون يعني عنده بالبيت عم محجوب؟ لك المخلوقة حرمتي لي، أجنبية عليه ما بصير تنكشف النوم. صفوان هنن كلمتين، يا بتروح هلا بتطلقها وبترجعها لجوزها، يا إما بتجيبها وبتجي معك لهون. لك أنا جوز عمي، لك المخلوقة حرمتي لي. يعني ما بدك تطلق؟ لا ما في شيء من هاد بنوب. ايه لك خلصنا من السيرة، هلا بتحمل حالك بتروح معي بتجيبها للمخلوقة معك على البيت وفضت يا عراب. ولا قال لك انت لا تروح بنوب، لانه اذا شافك عقد مو زعلان واخد على خاطره ممكن يوصل. ايه ما فشل، لك انا مالي خايف لا منه ولا من مية من شكله. لك خلصنا بقى صفا، خلصنا بقى. عم نقول لك اذا ما طلقت للمخلوقة الزلمة جاية لهون، وإذا إجا لهون ما تشوفك قلة العافية. هو بتعرف والله بيني وبينك خليني أتصير الشر، روح أتخبى كم يوم بيت أبو نجيب. بس دير بالك، ها بتروح بتجيبها بتحط عندكم بالبيت، يا أم علي ما علي ما بعرف شو بيطلع مني. ها الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامة أبو نمر. الله يهنيك برجعة الحرمة. الله يهنيك ويسلمك. وين أختي؟ جوا. طمني يا ابن مر، ان شاء الله جرحك صغير. جرحي؟ اخ يا ابو فهد على جرحي. رويدا اخ يا خلي اخ، وين رحتي وتركتينا كل هالسنين؟ العمر والله بطاعه بيتبعني. اهرب يا ولد اهرب من طريقه احسن لك، وهيك بتخليها معلقه لا مجوزه ولا مطلقه. خليني اطلع البس وقصها احسن شيء. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما قالوا لك لوين راح؟ طلع من بعد العشاء وما بيعرفوا لوين راح. ابو صفوان وين بيكون ابنك هلا؟ والله ما بعرف وين ما راح، راح يرجع وراح يطلقها ورجله فوق رقبته كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما لقيته؟ قال لساته ما اجى. لك ليش تاخرت لهلا؟ مريت على بيت عمتك من لطفي وخبرتهم برجعه اختك. ايوه خلاص يا جماعه، معناها الصباح رباح. شو شيخي؟ شو نعمل؟ الحل انه الحرمه ترجع لبيت اهلها، وبكره ان شاء الله بنشوفه وبنخليه يطلق. ما رد عليك خالتي، قوم اطلع لاوضتك، من هون لبكره بيحل الف حلال. ما قلت لي خال شلون جرحان؟ بيبعت لي حمى وقع من على الفراس وفات برجله عود يابس. قوم تقبري الله يرضى عليك. قوم قوم ابو نمر، قوم نام وقلك علي بكره الصبح خلي صفوان يطلقها ونكتب كتابك عليها. الله لا يوفقك يا صفوان، الله يغضب عليك. اي والله والله اذا ما طلقها لا اذبحه بايدي. عم
قلت لكم اكلت محاشي. والله انا بحب المحاشي. شو وين صهري؟ راح يدور على صفوان. راح صرنا من الصبح عم ندور عليه وما كنا نلاقيه. الا ما نشوفه خالي، الا ما نلاقيه. بعد ما سمع بالقصه يمكن متخبي بالسقيفه. السقيفه؟ معقول يكون متخبي بالسقيفه؟ ابني وانا بعرفه خال. ها؟ هلا انت عم تحكي عن صفوان من جوات قلبك؟ ايه من كل قلبي. طيب اذا قلت لك بدنا نروح لعندكم على البيت ودور عليه بذات نفسي، بتروح ولا ما بتروح؟ ايه بروح. لا والله بغلاوه امك وابوك ما بتروح. ليه خالتي؟ لانه اذا تواجهت مع صفوان بده يروح واحد على الحبس وواحد على التربه بعيد الشر. هي رشدي بيروح عوضك. ايه ايه كمان بصير، والله كمان بصير. خال قوم نقعد بالمضافه شوي. لا خالي معلش خليني هون. قوم تتسلى لك شوي. والله ما رح اسمع لك خالي، ما رح اسمع شوف حدا منهم. خال تتجوز زكيه؟ إلي الشرف خال، والله إلي الشرف، بس بتعرف أنا حالف يمين إني ما أتزوج غير رويدة. رحمة الله عليك يا أبو نجيب، عاش طوال عمره بالشحم والبخل وقطع عن تمه، وبالاخير حط راسه ومات وتارك الذهب كله لغيره. وهذا الكيس مليان ذهب لقيناه بارض دياره ابو نجيب تحت العريشه. غريب الاشكال ان هذول ذهبات ابو نجيب وبعينين تعينين مطمورين تحت التراب. هذا الكيس لمين؟ بجوز كاين للحراميه اللي فاتوا على البيت ليسرقوه. والله انا بعمري ما سمعتها. حرامي بيروح ليسرق بيت بياخذ معه كيس مليان ذهب؟ ابو عجاج هي الشدايه الثانيه شو فيها؟ هي اوراق منيح بركي بدلونا على الحراميه. عقيد كأنه هالشنتاي لما احتمر مع صفوان بالمكتب. أبو عجاج مر علي. ما يمر عليك صالي. هلا أبو وضاح كان كاتب شي بالمالتعنات وباسمك وباسم أختك. لا قال شو هذا اليوم؟ شو في؟ خير وشوف لنا هالوراق شو فيها؟ هلا هاد سند بيع ربع مزرعة نمر الخشاب وربع بيت نمر الخشاب لبنت محجوب الولادي. وهاد هذا سند بيع حاصل نمر الخشاب لرشدي ابن محجوب الولادي. ايوه معناتها هدول هن الوراق اللي اعطاني اياهم عمي ابو وضاح مع الخمسين عصملية بنفس اليوم اللي ترك فيه الحارة، وانسرقوا من عنا من البيت بنفس الليلة. وشو جابوا لي صفوان؟ اكيد مرتخي هي اللي سرقتهم وعطتوا اياهم. لا لك ابني لا، لا تحط الحرمة بزمتها. لك مين بده يفوت على بيتنا؟ لك شو هالحكي؟ خير خير شو في؟ لك هذا سند بيع حصة المستورة حرمته لوضاح بالبيت والمزرعة صفوان. أختك أنت بعتوا حصتها؟ ما بعتوا شيء، ذاتاً هي ما بتعرف إنه عمي أبو وضاح كتب لها المال كانت، ولا حتى أنا كنت بعرف. شيء؟ لك منين إجا هذا السند؟ هذا أكيد أخذ له شي حرمة لعند القاضي على بناء إنه هي صاحبة المال كانت. يعني القصة كلياتها تزوير بتزوير. وين مبين أشكره. امسك هالمكتوب عمي امسك. هذا المكتوب مبعوث من وضاح لأهله قبل شي ست سنين. صفوان شو له مصلحة هذا يخبي المكتوب؟ مشان يرته لأبو نمر هو وعايش. شو عم تفكر أبو خيرو؟
وعم فكر انه مشكلته لابو نمر يمكن تنحل. شو قصدك عمي ابو خيرون؟ قصدي انه هذا المكتوب كان وصل لايد صفوان قبل ما يكتب كتابه على حرمته لوضاح، بيكون الكتاب باطل وما هو شرعي. يا عيني عليك يا ابو خير وعلى الحكي. فهموني، ما فهمت علي. يعني صفوان راح يكتب كتابه على حرمه ولسه جوزة عايش، وهذا شرعا ما بيجوز، ما هيك ابو خير؟ طبعا يا سيدي، الله يبشركم بالخير. حلو، بس هلا نحن بدنا نعرف انه هذا المكتوب وصل لصفوان قبل كتب الكتاب ولا بعده؟ ابو عجاج مور عمي ابو خيرو، زكاتك روح نادي الوضاح وعمك ابو صفوان والشيخ نزير. امرك عمي ابو خيرو. ابو عجاج تمروا على بيت ابو نجيب، بتخلي الشباب يسكروه ويطلعوا منه. ليش علي؟ شو ليش؟ طالما صفوان كاين بالبيت معناها خطتنا انكشفت. هاي معك حق، لعنة الله عليك يا صفوان. ابو عجاج نلتقى عندي بالمضافة بالبيت. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. انت خالي، انت لازم تعرف. يعني شلون بدي اعرف اللي جاب المكتوب على الحارة شاب حلبي اسمه عمور؟ خالي انت مالك بتذكر شي حدا اجى على الحارة او لعد ابنك صفوان من شي 6 سنين بهي المواصفات؟ والله ما بعرف، انا اللي بعرفه ما في حدا بيجي لعنده ولا عنده رفقة بيجوا. لك ايه تذكرت، من 5 6 سنين اجى شاب حلبي لعند صفوان. يوميتا صفوان قال لي عندي رفيقي من حلب اسمه عموري. ايه هذا هو. وصفوان كان كاتب كتابه على بنت اخوك ولا لا؟ ما بعرف، ماني متذكر. خالي كرمال الله حاول تتذكر. يعني انت ما بتتذكر شي شغله شي حادثه صارت بهداك اليوم؟ لا والله ما بتذكر. كل شي بتذكره انه هذا الزلمه اجى لعند صفوان قبل ما يفوت الفرنساوي على الشام شغلة شهر زمان. أبو صفوان نحن اللي بيهمنا وقتها كان كاتب كتابه صفوان ولا لا؟ ما بعرف. طيب وانتوا حاولوا تتذكروا يا جماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما عم بتذكر، كنت عذروني، هالقصة صلى سنين وأيام. إيه عمي تذكرت، الكتاب انكتب قبل ما يفوت الفرنساوي على الشام ب3 أيام. أكيد هالحكي ها؟ إيه أكيد، لأنه أنا طلعت من الحبس يوم فات الفرنساوي عالشام، ويوميتا فتحوا القلعة وطلعوا كل المحبيس. الحكي مظبوط. ولما وصلت عالبيت كان اختي صار ل3 أيام طالعة من البيت، والكتاب انكتب بنفس اليوم اللي طلعت فيه هي من البيت. وشو رأيك بهالحكي شيخنا؟ والله إذا كان الحكي مظبوط بتكون الحرمة لسات على ذمة وضاح، وصفوان بيكون أجنبي عليها، وبيكون العقد باطل. الله يبشرك بالخير. والله مبروك ابو نمر. الله يبارك فيكم يا رب. عمي الله يخليك، روح لعندكم على البيت بدنا لاختك تحضر حالها مشان ترجع البيت جوزها. تأمر عمي. انا رايي تفهم اخوك عبدو القصه احسن ما يجي يعملنا شي طرني بهالليل. ولا يهمك عمي ابو لطفي، انا بحكي معه، بس رح اخذ الوراق معي مشان ورجي اياها. جميل، ذهبات ابو نجيب بضلوا عندك امانه لحتى يبين ابنه او اخوه. ان شاء الله. أبو عجاج الذهبات اللي أعطاك ياهم أبو وضاح رجعوا من حق أبو نمر. لا هدول من حقه لأبو عجاج. لا أبو نمر لا، هدول حقك أنت. أعوذ بالله، يحرموا علي مثل ما حرموا علي حريماتي. شو عم تحكي؟ على كل حال مو محرزة تخانقوا على القصة، الله لا يفرق بيناتكم. آمين يا رب العالمين. خير لك اخي، شو قصتك سري مري اليوم؟ كشف كل شيء. شو اللي كشف؟ صفوان ابن عمك. شو ابو صفوان؟ كتابه على اختك باطل. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، وهذا المكتوب بيثبت هالشيء. لك شو هذا المكتوب؟ هذا المكتوب بعته وضاح من 6 سنين، واللي جابه سلمه لصفوان. لك اخي هات ابن الاخر. ام هالكلب الواطي صفوان بعد ما دري انه وضاح عايش كتب كتابه على اختك رويدا. يعني زواج اختك رويدة حرام؟ اي نعم، هيك الشيخ نسير قال. يعني زنا؟ مثل ما عم اقول لك، بس الحمد لله اللي ما تجوز عن حقها. لك لك اخي، لك انا قديش نصحتك وحذرتك منه بس انت ما كنت تسمعني. يا باطل يا باطل يا باطل، لك يا ويلك مني يا كلب. شو صار لك هون؟ رشدي وينك يا باطي؟ لك واحد الله لك يسمع عبده. لك الله ما يوفقك، انا حتى تروح لأبي.
وها تشوفي اكلك لك عمي روح روح يجي هوايا شو صوصه عمك روح لا احمر يا ربي دخيلك لا ترجينا شي بنكرهه يا رب لا ترجينا شي بنكرهه عن حق خالتي؟ ايه والله يا خالتي ايه تقبر قلبي الله يبشرك بالخير يا رب لك هلا رح اروح البس ملايتي مشان رح يجيبها ما في داعي اخوك ابو صفوان رح يجيبها بس والله لو خليناها لبكره كان احسن يعني الدنيا صارت بعد نص ليل واختي رويدة بتكون نامت يبعت لي حمى ليش هي عم يجيها نوم شو اخي ما لحقتوا؟ لا والله ما لحقتوا، بس من كلبد رح يعلى بين يدي. خير عمي سلامتك. اخ يا ابني اخ الله. هلا هو شو كان عم يساوي هو؟ كان جاي بده يودع اخته ويسافر. ايه ايه مزبوط مزبوط كان جاي بده يودع اخته مشان يسافر. ياسين العرباية جاهزة؟ ايه عقيد جاهزة. معناها انت وعمر بتاخذوا عمك وصفوان لعند حكيم حدثكم. عمك عقيد. وانا كمان بكون معك. وانا بروح يلا عمي عنده خمسة يلا يا ابني عربانك يا ابني يلا 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 يا رب يلا يا رب يلا يا رب يا رب بسم الله عربانك يا ابني صاحبي شوي يا ابني يلا اخ يا ابني يا رب اخ يا ابني على مهلك يا ابني على مهلك يا الله بسم الله اخ يا الله يلا على مهلك شوي يا شباب اخ يا ابني الله معكم بالسلامة يا الله والله تعوقوا كتير يا ترى ليش تأخروا؟ أنا خايف يكون رشدي علقان مع عبده ولي على قامتي إيه والله هي ما إجت ببالي لا مو معقول أبو صفوان هنيك ويخليهم يعلقوا مع بعضه لا شو أبو صفوان؟ إيه الله يساعده لأبو صفوان ويكون بعونه أنا عم فكر روح شوف شو صاير معه لا خالي لا 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 خليك انت هون بصل انا وخالتك ونشوف شو صار معه ايه تقبرني بلا ما تروح تعلق مع عبده هلا بنكون بنكحنا بنصير بنعمية لقوم البس ملايتي يلا دقيتك ما بطول يا ترى امي وابي وين صارت ارضيهم وبأي بلاد هني لك والله لو قالوا لي انكم ببلاد السند والهند لروح جيبكم ايه يا ترى بترجعوا لهالبيت وبترجع الايام الحلوه السلام عليكم وعليكم السلام علي خان خير خير شو بك اخ يا خالي اخ ابو محمد اخ اهلا وسهلا اخ يا خالي اهلا وسهلا اهلا وسهلا السلام عليكم تفضلي مبروك مبروك الله يبارك فيكم تفضلوا تفضلوا علي والله نورتونا تقبرني والله انا يا لطيف يا لطيف لك شو هاد شو الواس السلام عليكم اهلين اهلين ابو لطفي ايه ابو لطفي شباب الله مبارك شو الواس شوف شو الواس كلياتها ضربه وضع فرحان رجعت مرته قوصته ضرب شو عليك خالي كنت لي بدك قويس والله نقط لي وضوئي حقك علي يا خال حقك علي والله ما شبالي طمني هلا شلونك والله الحمد لله ايه الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر اصبحنا واصبح مثل الله يبعث لي حمى عليك شلون صرت اخي اهلين اختي اهلين اهلا وسهلا فيك يا اهلين وسهلا شلونك عمي اهلين بنت الغالي اهلا وسهلا فيك الله يحفظك امشي خال امشي معي على الاوضه وحقك علي ايه سيدي حنقلكم السلام عليكم لوين عمي ابو لطفي عدون ضيفكم شيء لك لاحق ابو نمر ضيفنا في الحق اوصل خالتك على البيت وارجع على الجامع قبل ما يقيموا الصلاه ايه يلا ولا كمان رايح صلي معك بالجامع لشو روحتك تقبرني الله يوفقك صلي هون اي أيوة والله خالي عود صلي هون الله يخليكم لا لا بدي اروح بدي اروح على الجامع خلص تركوه على راحته يا رب يلا يا الله معكم يلا السلام عليكم هون السلام عليكم
يا الله الصبر مفتاح يا بواب الفرح جيدا بذاك تجارب الإنسان صبرا يا الله الذي خلقك تغيرت عليك بهالثمان سنين كثير. بالاول كنت احلى من هيك، هلا احلى. لساتك بتحبني مثل الاول؟ اكثر من الاول، وخصوصي بعد هالمآسي اللي مرينا فيها. هلا صرتي احلى واغلى. بالاول ما كنا نعرف الحب على حقيقته. هلا كل الحب اللي كان بيننا ما كنا نعرف الحب على حقيقته. اي نعم، الحرمة اللي بتضل على عهد جوزها بعد ما يجيها خبره انه ميت، وبتعمل المستحيل وبتناضل لحتى يضل عايش بقلبها، هي ما بتتمم بتمام. انت غالية يا رويدة. توبر قلبي. وضاح. تتذكر ليلة عرسنا؟ ليش هديك الليلة بتنسى؟ 8 سنين ما نسيت ولا لحظة واحدة منها. يا عمري. صحيح. ليه ما لبستي لي الحلقات لبستك ياهن بليلة عرسنا؟ لساتك متذكرون؟ بتصدق إذا بقول لك إنه متذكر كل شيء من حياتي معي وكأنه مبارح. وأنا كمان. بس ما قلتي لي ليه ما لبستيهم؟ ما ضل غير وحدة منهم. ليش، وين راحت الثانية؟ هذا يا سيدي بعد ما ماتت نبيها الله يرحمها صرت ربي ابنها وابني سوا. قمت علقت وحدة من الحلقات لنمر الله يرحمه على الإنداقة تبعه، والثانية لابن نبيها. ولما إجا خاله للولد وأخده معه ضلت الحلقة معلقة على إنداقته. الحلقة اللي صلحت لي اياها بالدبوس هي اللي راحت معه، والثانية الصاغ جابوا لي اياها لما اخذوه لنمر ودفنوه. بعت لي حمى ما لحقت افرح فيه. ولا يهمك، نحن لساعتنا شباب، بكره منجيب بدال الولد 10 باذن الله. يا قبر قلبي ابن نبيها، يمكن هلا صار شب، يا ريتهم تركوني ربي، يمكن كان خفف عني شوي. ايه بس ما لنا مصلحة نربي هيك ولد بيناتنا. بس الولد ما له ذنب. بس بيضلوا ابن. لا لا، وضح، لا تكمل. الله يستر على كل الحريمات. آمين يا رب. استغفر الله العلي العظيم. ضح. صباح الخير. يسعد لي هالصباح يا عمري انت. يلا قومي، في حضرت لك الفطور رح يقدم الدار. انت من ايمت فايقة؟ من بكير. فقت الصبح وشطفت ارض ديار وسقيت الزريعة وحضرت لك الفطور. ما قلت لك ما تتركيني لحالي وما تبعدي عني منهم؟ يلي جمعنا بعد هالسنين ان شاء الله باذن الله ما رح يفرقنا مره ثانيه. امين يا رب. ليك ندق الباب، مدري مين اجى. خليكي لا تفتحي، هلا خالي ابو صفوان هو بيفتح. عمي ابو صفوان ما انا هون. لك ايه والله، هذا راح على صلاه الصبح، شلون نسيناه؟ ليش نحن كنا متذكرين حدا. لكن لو مفتح الباب خليكي. اهلا وسهلا. ما تواخذيني يا اختي، لحظه انا اعطي لك الحريم. سميحه طهر قلبي يا اختي. تكهرين يا اختي، شلوني؟ طهر قلبي كيفك؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بصحة. مين هدول؟ اولادي. شو اسمك انت؟ راسم هاشم. لك اهلين يا هاشم. انت شو اسمك؟ رويدة، يا رويدة، تعي شوفي مين جال عنا. رويدة يا سميحة، طهر قلبي، الحمد لله على السلامة. لك يا مين هاي؟ رويدة، طهر قلبي ما أخلاها. لك عمري شو أخبارك؟ خالي فوت فوت. خالي انت ليش نمت امبارح عند بيت خالي ابو عبدو؟ والله يا خالي ما حبيت ازعجكم، كنت بدي نام بالمضافه.
بس ولاد خالك ما خلوني. لا خالي، ازعجنا ولا تنام عند حدا مرة تانية ولا بالمضافة. هذا البيت بيتك وانت كبيرنا، تاكل وبتشرب وتنام وبترتاح على الاخر. ليش شو في؟ ما في شيء خال، بس اذا كان بدك يعني يكون مبسوط ما بتنام عند حدا مرة تانية. طيب خال طيب. اهلي خال. باب الورق والصلوح. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي ارجع ابو نمر. ليه لحتى ارجع؟ اول شيء لسه جرحك ما طاب، ثاني شيء لساك عريس جديد. شوي عريس ما عريس، اذا كان ما طلعت هلا ايمت بيطلع انا. الله حيه ابو نمر. يلا يا شباب عفوا. رات عم بخير رات. شباب يلا تفضل. على كل شيء، بس في اثنين من رجالنا استشهدوا الله يرحمهم. رحمه الله. على كل حال ما في شيء ببلاش، والشام تستاهل. ايه والله بتستاهل، ومفديه بارواحنا كمان. ايه والله. هاي رشدي وعمر اجوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. طمنونا شو الاخبار؟ والله الاخبار ما بتسر بنوم. خير ان شاء الله. حرقوا سيدي عموده ما خلوا فيها حيط على حيط، والقتله معبيه الاراضي. يا لطيف. بسيطه. الايام جاي كل شيء نهدي بيتعمر باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يهديك. خلي لي اياكم بيضتوا وشنا الله يبيض وشكون. وشك ابيض، طمنا شلون الحاره؟ لا تطمنوا الحاره بامان. بس ما يعملها الواطي. مين؟ صفوان؟ ايه. صفوان مشي حاله من امبارح. شلون يعني؟ يا سيدي جته قذيفه بسيدي عمود ومشي حاله. الله يبشرك بالخير. يا والله بتستاهل بوسم بين عيونك على هالخبرية. أنا ماني زعلان عليه، أنا زعلان على حالي. الناس بتخلف أولاد لحتى ترفع راسها فيهم، أنا صفوان بطالي راسي. وحد الله خالي، وحد الله. لا إله إلا الله. أخي الله يوفقك، ارضى عنه وادعي له، هو هلا بحاجة رضاك ودعائك. ارضى عنه وادعي له؟ صفوان بحياته ما كان بده رضاي. معلش خالي معلش، روح لعنده على الخستخانة واطمن عنه. لا خالي لا. ماني حسنة. ماني قدران شوفه. طيب امشي خالي، بنروح أنا وياك لعنده. أنت عم تحكي هالحكي؟ مو وقتها خالي هلا، مو وقتها. فوق قطعي الرجلي. صفوان بده يموت، بده يموت. انت اللي
يقضى. وسطه انت اللي وسطه يا كلب يا واطي، انت اللي وسطه، انت اللي حيه حسنة. كفي طبطبي انت ليش طلع؟ شلونه صفوان يا ابي؟ شلونه هلا؟ الحمد لله يا ابي. اي انت وافي جاي لورا. اخي خطي خليها تطلع تشوف ابنها. معنا تعليمات ما تطلع لفوق. صفوان وحد الله خالي. أنا بس بدي أفهم شلون قدرت تحط عينك بعينه؟ لك أنا ما رحت كرماله على الخستخاني، رحت كرمال خالي أبو صفوان. بعدين بيضل أبو خالي وضعه هلا كثير سيء. الله يقصف عمره، ليش هو خلى حدا يشفق عليه؟ ستي، مين اللي طلع خسران بالآخر؟ هو، بس أنا ماني قدراني أنسى الشيء اللي سواه فيني وبأهلك. أهلي؟ ليش شو سوى بأهلي؟ ليش رجدي ما حكى لك؟ لا ما حكى لي رجدي، شو سوى صفوان بأهلي؟ خلي رجدي وعبده يحكوا لك. رويدا، بدي اسمع منك، احكي لي شو سوى صفوان؟ صفوان هانو لعمي. شو؟ وهو كان السبب بطلعة عمي وانتي من الحارة. شلون؟ من اللي بتركيني؟ والله كرمال الله يبعدك همة، لو عرفاني همة رويدا بعدي عني، هاي الشغلة شلون بتخبوها عني؟ خالي أنا ماني خايف عليه، هو ميت ميت، أنا خايف عليك أنت. لك خالتي مشان الله، اسمع كلام خالك. لك لسه ما خلق اللي بده يهين أبو وضاح بكلمة، والله والله لأطمر راسي بالتراب إذا ما باخذ بحقه من غريمه وهلا. لك خالي غريب كون بين الحياة والموت، بدك تبتلي فيه وتحط برقبتك قتيل وتنحبس لك 10-12 سنة؟ قولي على أمس. معلش خالي معلش، أنا تعودت على الحبوس. والله وشو بدهم يقولوا العالم؟ قتل ابن خاله وهو ما له حاسس على شيء من الدنيا؟ بدك يا وضح. بسيطة يا صفوان، إلا ما يطلع من الخستخانة وأعرف شغلي معه. لك الله يمد بعمرك لتشوف شو بده يصير فيك. صدقني يا خالي، إذا صفوان كتب له قهر راح يتمنى الموت باليوم الواحد 100 مرة. قامت طلعت العشيرة مع الثوار الموجودين حواليهم عاملين كمين للفرنساوي وعلقة مذبحة، واللي قتل من الفرنساوي واللي استسلم يعني الكل ترك سلاحه بأرض المعركة وهرب. والله يا أبطال. ايه لا بعدين رجعوا الشباب لموا كل هالسلاح وأخذوا على العشيرة. معناتها ظنوا من الفرنساوي سلاح كتير؟ كتير. قول سلاح ولا تخاف، وكله فرنساوي وجديد. يا سيدي الله يكتر بأمثالك. وهلا بدنا 2-3 من القبضايات يروحوا يجيبوا سلاح من العشيرة. أنا بروح يا أبي. إيه وأنا بروح كمان. لا بلبر، أنت خليكم. لا لا أنا بروح. بعدين أنا سمعت إنه عشيرة الشيخ وضاح رجعوا على هالديرة، فبمر الطريق بسلم عليه إذا كان هذا الحكي مزبوط، لأنه الزلمة كان متخاوي هو والوالد. إيه هذا واجب. معناها إذا شفتوه سلمونا عليه كثير. يصل إن شاء الله. وكمان وصلوا سلام مني أنا له. إن شاء الله إن شاء الله. ايه يا ابو هاشم مر عقيد، انت رح تقضي لي اياها هيك رايح جاي على اسطنبول؟ لا عقيد لا، هي اخر روح ان شاء الله، لانه في لي شويه ديون لازم احصلهم وبدي اجيب الانوال واجي، لانه انا والوالد الله يطولنا بعمره شفنا محل واسع وخرج هالمصلحه ولازم نشتري مشان نفتح ومشغل قماش. ايه ان شاء الله عايت الرزق وبالتوفيق. الله يخلي لنا اياك يا عقيد. شرفوا سيدنا شرفوا. يا كريم
وزيك منين جاي لك؟ انا مو هازز بدني غير قصه النوري. يلا الثورة يعني الاولاد لو ضلوا مبدلين كان ربي بيناتنا ولد غريب وابن حرام. استغفر الله العلي العظيم. وابننا لو لساته عايش كان ربي عند الغرب. لك اخسى عليك يا ام نوري، هي بعد كل شيء منيحه سويناها معه. لا تهز بدنك تقولي، والله لما شفتك زعلان قلبي بيتقطع من جوا. سلامة قلبك، سلامة قلبك، يلا تصبحي على خير، بكره تنامي سفرانة. وانت من اهله، يعني كان ضروري تروح انت هالمشوار، كنت بعت حدا غيرك؟ تصبحي على خير. بدكم تطولوا بهالسفرة يا مو؟ لا مرت خالي، ان شاء الله ما بنطول، شغلة يومين ثلاثة، يعني هي إذا لقيناه للشيخ وضاح، أما إذا ما لقيناه بنرجع ثاني يوم إن شاء الله. أبو عشاش بدي لك، خليك أنت هون دير بالك على الحاصل، وأنا بروح مع ابن ما. لا أخي لا، أنا مشتاق للشيخ وضاح وبدي أروح أسلم عليه. وضاح؟ لا تتعوقوا علينا. لا إن شاء الله ما بتحول. عمتي هات البشارة، رويدة حبلي. شو هالحكي؟ عمتي إيه يا مو، جوزك لازم يعرف. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك اخي، ان شاء الله الف مبروك تقبرنا. الله يبارك فيك يا رب، يدلنا على خير. خالتي رويده اماني برقبتكم انت ومرت خالي، تديروا بالكم عليها لبين ما ارجع. لا تشغل بالك تقبرني، ما حنتركها لحالها منوم. تيسروا انتوا. وضاح اذا لقيت كمي بطريقك جيبني معك. يو يبعث لك حما، حدا بيتوحم على كمي؟ عمتي مو وقت الكمي هلا. بسيطه بسيطه، الا ما نلاقي عند البدو شويه كمي ميبسه. اعمل جهدك تقبرني. رشدي خيره وينه؟ واقف برا ما رضى يفوت. يلا لكن اطلع وتوكل. يلا فاطركم فاطركم. الله معكم. الله معكم. السلامة. يسرى. الله يحميك. امين يا رب. شرفوا شرفوا. فرقوا شباب. الشيخ سلطان الطيار قليل من امثاله، لك هجم لوحده على المدفع، قوص على الفرنساويه ومسك المدفع وزقته من فوق التله. وما صار له شيء؟ شو ما صار له شيء؟ لما وصل على العشيره ما قدر ينزل من على ظهر الفرس. ليش؟ لانه الرصاص اللي اكله بجسمه نازل الدم كله على رجليه وملزقه على الفرس. يبعت لي حمه. وضاح قطي على وشك قطي. يا ليش في حدا؟ في اثنين خيالي عم يطلعوا علينا. ايه دخيل الله، بعاد كتير. مهم غطي على وشك احسن. ابو عجاج مورا ابو نمر، معيتك شوف فيها الجماعة بيعرفوا شي عن عشيرة الشيخ وضاح. لعيونك ابو نمر. وضاح قلت لك غطي على وشك، شو بدك؟ كأنه هالجماعة شوام مو هيك؟ إي والله، لبسهم مثل أهل الشام. ما بدي حدا يشوف لقومي، قومي. قوم قوم تقبرني قوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا عم بدي نسألك عن عشيرة الشيخ وضاح. عشيرة الشيخ وضاح؟ عمي وضاح؟ رشدي! وضاح! هذا أبوك! رشدي! لك رشدي! لك يا رشدي! يا رشدي! أنت لحبيبي يا أخي! أبي! 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 وضاح! أي وضاح! لك ان شاء الله الموت لقلبي يا عمري. ايدي الشر عن قلبك. رشدي ما سالناك انت كيفك؟ كيفهم اهلك؟ بخير عمتي بخير، كلياتهم بيدعوا بسلامتكم. وامك ان شاء الله تحسنت؟ الحمد لله عمتي صارت احسن. يلا يا بيقوم خلينا نروح على مضافه عمك ابو نمر. يلا يو هلا بدك تاخده؟ صار لي 10 سنين ما شفته. شب انا بخليه يسلم على الناس وبرجع لك اياه، لا تخافي. خلص يا مو ما راح اتعوق. وهم ابو عجاج يلا يا ابي. يا رب. عمي ابو وضاح وعمتي ام وضاح رجعوا. ليه لا هون؟
هنن وابوهن، وباذن الله باذن الله قبل المغرب بيكونوا هون. الحمد لله. اجوا يا شباب اجوا، وصل المخدر وصلوا محل طلتها. الحارة ما بتسوى شي بلاك يا كبير. الله يخليك يا فهد. الله يخليك. الله يسلمك. عنده عسرية بمطاح. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. سلام يا فهد. والله اشتقنا. يا هلا يا هلا. الحمد لله على سلامتك يا مختار. الله يسلمك يا شيخ وزير. الله يسلمك ويخليك يا رب. يرضى عليك ويحميك. الله يسلمك. مع السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. مع السلامة يا ابو فضل. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. كلمة الحارة يا بختار. الله يخليك. عمي ابو الطاح. مين هاد؟ عمي ابو الطاح. هذا صفوان يا مختار. عمي ابو الطاح. سامحني يا كبير. جيرت عليك الله تسامحني. اخر عنه هيك ولا لا تنسوا الابي بايديك، ابي طاهر. الطاح. امشوا يا جماعة امشوا. أهلا وسهلا باللي جاي. أهلا وسهلا باللي جاي. يا تقبر عظامي نمت. يلا يا عمري احنا نمت على تختي. لا يا مو شو على تختي؟ اليوم انا بدي نام جنبك. هو انا كمان. لا والله ما حذرتي لا انت ولا جوزي، انا بدي نام جنب امي. لك انا بنام جنب عمي كمان مشتاقت له كثير. لك تقبروا عظامي، تقبروا عظامي مع احلاكم وشو حنايا. دخيلك يا ربي. بشكرك يا الله، بشكرك على هاللمه الحلوه. امين يا رب. صحيح يا عمو، بدي البشاره ها، رويدة حامل. عن حقها؟ يا الله يبشرك بالخير. هيك ها؟ لا 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 الحمد لله يا ربي، الحمد لله على هاللمة الحلوة. الله لا يحرمني منكم. عمتي هلا مو هذا الولد اللي كان مع امه اللي اجت مع الشيخة ام نمر وقت اجوا لعنا؟ امبلا هو بذاته. يا حسرتي عليه، صفي لا اب ولا ام، وبده يعيش عنا على طول. هلا جبناه لهون بدنا نقيده بالمدرسة، بس تفوتس المدارس بنرجعه لعند اهله. بس هذا الولد بضل غريب، ما بيجوز تشلحه قدام منه، خصوصي انت ما بصير تكشفي شعرك. امرك ابن عمي، بس مو لساته صغير. ولو كان صغير وبيكبر وبيتذكر كل شيء شافه بصغره. لا ايوه هذا الولد انا مربيته. ولو كان يا ابو، ولو كان بضله غريب. عمي شغلنا قاعد فرس ينزل تحت بطن الفرس ويطلع فوق وما طاح. والله الشيخ نمر أبضاي هذا أكيد مدرب حصانه منيح. ما يركب حصان، يركب فرس. وليش بقى؟ فرس أسرع وحنا البيت وما نركب حصان، نركب فرس. وأنت بتعرف تركب خيل؟ إيه، عمي الشيخ نمر علمني على الخيل
جدي ابو الضهر بعدني اشتري لي فرس. الله عليك يا فيصل، والله تاريخ حق وجهي. ايوه ايوه يا عيني، شايف صرتوا اصحاب انت وفيصل. اهلين يا بي، بس انا والله زعلان منك كثير. خير خير، ليش؟ انا بدك تشتري فرس لفيصل وما بدك تشتري لي؟ وانت عندك فرس ما شاء الله عليها. لا فيصل بيحب الخيل كثير. رويدا غطي شعرك. يلا يا بي خلينا نروح على المضافه، هلا بيجوا الناس مشان يسلموا عليك. يلا تقبرني، احكي لي لشوف شو القصه اللي كنت عم تحكيها لوضاح. شو عم تساوي هون ولا؟ انا جاي اسلم على عمتي. هلا تذكرت انه لك عمي ابو نمر؟ انا والله ندمان على كل شيء ساويته، وما بدي من ربي غير انه يغفر لي. يروح صلي لربك وادعي له بلكي بيغفر لك. بس الله ما راح يغفر لي الا اذا كل الناس اللي قاسيتها سامحتني، واولهم انتو. لك روح من وشي ولا روح من وشي، ولا بقى تورجيني وشك بنوم، وحميد ربك اني ماسك حالي عنك، لاني حالف يمين اول ما اشوفك طقك رصاصه بين عيونك وريح الناس منك. لك يا ريت، لك يا ريت تطقني هالرصاصه وتخلصني. شو ها؟ شو في؟ شو في؟ ليش مكشفي على راسك قدام الولد؟ يي بعد لي حمى، والله ما اشتلقت على حالي. ما اشتلقت على حالي؟ بعدين هاد شو مطالع لهون؟ أنا نط طالعته. روح عمي روح، روح انزل لتحت يلا. وضاح، اختي الولد يتيم. يتيم؟ لك أنا شو نبهت عليكي؟ تقبرني والله مو قصدي اكسر كلمتك، بس هيك مدري شلون حسيت بحمية علي. رويدا هذا الولد إذا بشوفه مرة تانية هون بدي زدته من فوق المشرقة على أرض الديار، وخصوصي إذا كنتي مكشفة عن شعرك، فهمتي ولا لا؟ أمرك ابن عمي. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ميت أهلا وسهلا بسيد المعلمين. أهلين أبو نوري. شو وين الشباب؟ ما شايف حدا منهم؟ والله الشباب معزومين عند أبو سويد على الغداء، لهلا ما رجعوا. ما كان لازم يروحوا، الدنيا قايمة قاعدة بعد ما ذبحت سقبة. لا تخاف معلمي لا تخاف، راحوا بعد صلاة الصبح وبيرجعوا بعد صلاة المغرب. إن شاء الله خير. دخلك نوري راح معه؟ لا والله ما راح معه، عنده شغل بالأرض. إي الله يعطيه العافية. الله يعافيه. دخلك وأم نوري وينها؟ بالأوضة. بدك منها شي نادي لها؟ والله عاوزها بشغلي. خير معلمي في شي؟ إحنا يا أبو نوري قصرنا معكم شي بزماناتنا. أعوذ بالله، أبضالكم طابنتنا طمر. واصلك شي على لسان أم نوري؟ لا، بس أنا بزماناتي ما سترت على بنتكم الله يرحمها. مظبوط، وهذا فضل ما بنسى لك يا طول عمري. بس أم نوري نسيته بسرعة. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. أهلين أبو نوري، بعد إذنك تركنا شوي. الله يسود وشك ويقصف عمرك. خلصنا أبو نوري. أم نوري مو عيب عليك اللي سويتيه ببيتنا؟ بيتكم؟ شو سويت ببيتكم؟ من يوم ما خلفت رويدة خانو وبنتي نبيها الله يرحمها ما فتت بيتكم. إيه وشو سويتي بهذيك الليلة؟ قصدك وقت كنت بدي بدل فيهم الأولاد؟ لا، قصدي يوم اللي بدلتي الأولاد. والله يا ابني ما بدلتهم، أنا ما بزل عليه، كنت بدي بدلهم. الله يلعن الشيطان، لعب بعقلي. بس ساعتها إجا السميحة خانة وشافتني. ما بدلتيهم؟ والله ما بدلتهم. أم نوري ما بدلتيهم؟ والله ما بدلتهم، والله شاهد علي ما بدلتهم. أم نوري الشغلة ما أنا لعبة، أنت بدلتي الأولاد ولا ما بدلتيهم؟ والله ما بدلتهم، الشيطان لعب بعقلي وكنت بدي بدلهم بس ما بدلتهم. شو هالحكي؟ أنت بتحلفي على المصحف أنك ما بدلتيهم؟ إيه بحلو. معناتها الولد اللي استلمه نوري من ابي بيكون ابني؟ وين الولد؟ انا ولد ابن نبيها اللي استلمه نوري من ابي. ولي على قامتي من يومها مات حتى لهون ما وصل، مات مع ابني نوري على الطريق ودفنه محل ما مات. مات؟ ايه والله يا ابني العوض بسلامتك،
والله يعوضك بأحسن منه. لك وينه نوري؟ ولك نوري؟ نعم علي. وين دفنت الولد؟ أنا ولد؟ ولك الولد اللي استلمته من أبي على أساس ابن أختك نبيها. ليش؟ خير شو بصر علي؟ ولك هذا ابني، ابني. ابنك؟ ايه ابني. وشلون صار ابنك؟ مو على بنا عنه؟ ولك المنظومة أمك يوم اللي خلقه لعبت لعبة وبدلته. شو هالحكي؟ يا باطل اللي قال. وين دفنته؟ الولد ما مات يا معلم. شو؟ ما مات؟ لكن وينه هلا؟ نوري احكي كرمال الله وينه هلا؟ انا يوميتها حطيته تحت شجرة على طرف الغوطة. والله لو بعرف يا معلم انه ابنك كنت حطيته بعيوني. حطيته تحت شجرة؟ ولك طفل مثل هاد حطه تحت شجرة وبتتركه؟ الله لا يعطيك العافية. وين هاي الشجرة؟ بتذكر وينها؟ ايه معلم بعرف وين. يخدي عليها يلا. لك نوري وين هالشجرة اللي حكيت لي عنها؟ والله يا معلم ما بعرف شو بدي لك. من سنين ما جيت لهون وفار علي كثير القرنة والشجر كله صاير بيشبه بعضه. كرمال الله لك نوري تذكر منين. طب شوف هي الشجرة والله كبيرة بركض تكون هي. والله جبتها يا معلم يمكن قربنا منها. الله لا يسامحك يا نوري على هالعملة. لك شلون بيطوعك قلبك طفل مثل هاد تتركه بالبرية؟ لك يا ريتني ما دريت بهالقصة كلياتها. والله إذا ما لقيناه لتضل حسرة بقلبي لبعد ما أموت وصير تحت التراب. لك وحد الله يا معلمي وحد الله. أكيد بيكون في شي حدا مضيع على آه ورباه وإن شاء الله الله بيجمعنا فيه. يمكن حطيته عند هاي الشجرة هني. قديه صار لها؟ يعني صار لها شي 10 سنين. مزبوط. شلون مزبوط؟ يعني شفته للولا؟ ايه نعم. بوس رجليك دلني على مكانه. والله يا ابني ما بعرف وين صارت اراضي. انا يوميتها كنت عم اشتغل بهالارض شفت جماعه بدوا معهم ولد صغير بدك تقدر عمره شي 2 3 شهور. ايه هاد هو؟ سالوني هالجماعه اذا هاد الولد النا او بعرف اهليته. ايه قلت لهم هالولد مو النا ولا بنعرف اهله. طيب وبعدين؟ قاموا سالوا هالفلاحين اللي عم يشتغلوا بهالاراضي. ما حدا تعرف على هالولد. قاموا أخذوا وراحوا. طيب طيب قالوا لك من أي عشيرة هني؟ والله ما بعرف. بدك تعف عني ما سألتهم بس راحوا هيك من ناح بحر العتيبة. السلام عليكم. هلا ورحمة الله وبركاته. هلا دخيلك يا ربي دخيلك. والله قلبي تلوع وما عاد يتحمل. وحدي الله لك اختي وحدي الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم على النبي. والله صلي على النبي. ان شاء الله هلا شوي ثاني بتلاقي جاي. عمي هو قال لك بده يروح مشوار ثاني غير مشوار المزرعه؟ لا 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 ما قال لي شيء ابدا. يعني عمتي وين بده يكون راح هيك ليل؟ عمي أنا رايح دور عليه بالمزرعة. لا 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 ما عليكم مني. لا حبيبي لا تروح. اقعد اقعد خلينا ننتظر للصبح. الصبح إذا ما أجا نطلع ندور عليه. خليك اقعد اقعد تقبرني عاد. كلين عليك يا الله. كتر خيركم عمي فضلتوا على راسنا. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. يا رب دعونا يا بي. السلام عليك. يلا السلام عليكم. الله الله وينك يا ابني وينك؟ والله لسه ما شفت منك. يا كريم يا رب قلي شو صار معه؟ طمن عمي وضاح بخير. وضاح بخير وليش ما جاء معه؟ وضاح راح يدور على نمر. نمر؟ نمر ابنه للشيخ وضاح؟ لا عمي لا. نمر ابن عمتي وضاح. شو هالحكي؟ لك نمر ابن وضاح توفى وانا بايدي دفنته. مزبوط عمي مزبوط. الولد يلي دفنتوه بيكون ابن المرحومة نبيها. والولد يلي سلمتوه لنوري ابن اختي رويدة. قال الاولاد مبدلينهم يوم اللي خلقوه. شو هالحكي؟ يبعث لي حمى.
والله قلبي كان حاسس، والله قلبي كان حاسس. لك حاكيني هون شلون يعني؟ هي ما فهمتها، ما دخلت بمخي. وين راح يدور عليه؟ يو والله انا رجعت كل ولد لامه بعد ما بدلتهم ام نوري. ام نوري هي اللي حكيت له القصه. سمعونا سمعونا يا جماعه، خلينا نفهم الحكايه. روح قدام على الاوضه فهمني هنيك. يلا امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا عادي 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 عادي. بعدي انا ما بستاهل اعيش والله، ما بستاهل اعيش. بعدي يا معلمي انا الحياه ما بقى تاني في شيء. بعدني سويت معك. قوم نوري قوم. كتر خيركم يا معلم وضع، انتوا فضلتوا على راسنا وسترتوا على عرضنا ونحن ما اتيناكم. امر الله يا نوري، امر الله. والمكتوب على الجبين الا ما تشوفه العين. شو يعني؟ راح الولد معلمي؟ إذا كان إلنا اسمي فيه منلاقيه. وين بدنا نلاقيه؟ صار لنا 10 أيام ما خلينا عرب إلا وسألناهن عنه. حتى النور سألناهن عنه. امشي امشي، خلينا نروح نسلم على الشيخ وضاح ونرجع على بلادنا. أنا سلمت أمري لله. يا رب ونعم بالله ونعم بالنصر يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا هلا يا ولدي. هلا هلا يا ولدي. هي قصتنا من الاول للاخر. لا حول ولا قوه الا بالله. ومن متى صار هذا الشيء؟ يعني والله يا عمي بدك تقول من شيء 8 سنين. 8 سنين؟ اي نعم. وانت يا ولدي تعرف الشجرة اللي حطيت الولد تحتها؟ والله يا عمي ابو نمر، من شي 10 ايام مرقنا انا والمعلم وضاح من هديك القرنة. والشجرة بعدها بمكانها ولا مقطوعة؟ والله من كتر الشجر اللي هنيك ما قدرت اعرف. عين خير يا ولدي، عين خير. الله وكيلك يا عمي ابو نمر، ما خلينا عرب وما سألناهن عنه، ما كنا نلاقيه. بسيطة يا ولدي بسيطة. يا مرجان. يا عونك يا عمي. أظن ضيوفنا تعبانين وبيهم نعس، خذهم خلهم يرتاحون. تامر يا عمي. إيه والله يا عمي لازم نرتاح وننام. بس كأنك سمعان شيء. عين يعني. خير يا ولدي، والصباح رباح، وصير خير إن شاء الله. إن شاء الله خير. يلا تصبحوا على خير. أمان الله. يلا تصبحوا على خير عمي يا ولدي. السلام عليكم. مع السلامة. وش رأيك باللي سمعته يا أبو محارب؟ تقصد فيصل يا شيخ؟ إيه فيصل. ترى والله مو بعيدة يا ابو نمر. والشجرة اللي يقولون عنها هي نفس الشجرة اللي لقيته فيصل تحتها انت والمرحوم مخلف؟ والله ما ادري يا شيخ، حنا لقينا الولد تحت الشجرة، بس هي نفسها ولا غيرها الله اعلم. وش بنسوي الحين؟ الشور شورك والقول قولك يا شيخ. والله ما ادري وش اسوي يا ابو محارب. المرحوم خله فيصل امانه برقبتي، والامانه ما شالتها الجباه. السموحه منك يا شيخ اقول رايي. سم. ما ابو دليل يثبت ان الولد ولده، وبحيث انه ما ابو دليل كافي ما نقدر نعطيهم اياه. ومثل ما انت عارف يا شيخ والربع عارفين، الولد حنا ربيناه وصار ولدنا. زين باكر نشوف ان كان عندهم دليل وصير خير ان شاء الله. يا ترى شو بيقصد الشيخ وضاح؟ كأنه بيعرف شي عن ابني. لك نوري؟ نوري؟ ايه معلم. هلا انت خير.
حسيت بشي من كلام الشيخ وضاح؟ شو مثل شو يعني مليت؟ هلا انا حسيت انه هو بيعرف شي عن ابني، انت حسيت بهيك شي؟ لا بس هدول اللي بدو هيك يعني ما بيحبوا يقطعوا الامل بوش الواحد. وهذه هي السالفه يا من المر. يا عون طلع فيصل طلع ولد وضاح؟ والله صدق من قال الدم ما يصير مويه. مش قصدك يا حرم؟ قصدي فيصل ام وضاح من ساعة ما شافها قلبه تعلق بيها، وهي حنت عليه مثل ما تحن الأم وحيدها. وضاح عرف إن فيصل هو ولده؟ لله ما به دليل كافي إن الولد ولده. والله قلبي يقول إن الولد ولد وضاح. الولد أمانة برقبتي يا حرمة، والله ما أدري وش أسوي. أنت بيّن لك إن الولد ولدهم تنطيهم ياه وتعلمهم بالسالفة. وصات أخوي المرحوم مخلف. المرحوم مخلف وصاك بولد ماله أهل؟ إيه بالله. والحين طلع له أهل، ولو كان المرحوم مخلف عايش كان سلم الولد لهله. يا ويل عقلي بأمه يا ويلي. وأنا ما هقيت إني أقدر أعيش بلي فيصل. ما يخالف، الشام قريبة وكل ما نشتغله نروح نتطمن عليه وعلى خويك بوضاح وعياله. انت تقدر تخبي الحقيقة على خويك بوضاح؟ لله ما اقدر، بس مثل ما علمتك ما بدليل ان الولد ولد وضاح. انت عندك شك يا ابو نمر؟ والله ما ادري وش اقول يا حرمة، ما ادري وش اقول يا ابو نمر. ها الحين تذكرت شيء. وش هو؟ المرحومة أم فيصل وهي عفراش الموت وصتني بفيصل وانطتني حلقة، وقالت إن هذه الحلقة كانت بهدوم فيصل يوم المرحوم مخلف لقاه. وين هالحلقة؟ الحين أجيبها. نوري؟ إيه معلي؟ هلا الشيخ وضاح ما قال لي صباح رباح وعين خير؟ ايه بلا هيك. ها شفت شلون؟ بس شو بيقصد يا ترى؟ الله اعلم، بس يمكن كان عم يحكي هيك مشان يكسر عليك معلم. لا معناته في شي بده يقولوا لنا اياه الصبح. هدول البدو ما بيحكوا الكلمه الا اذا كانوا حاسبين على التكه. ان شاء الله يا رب يكون في عنده اخبار عن نمر. بس يا خوفي تكون الاخبار مو منيحه. لو في شي منيح كان حكى لك نوري. أنا شايف إنه الشيطان الله يخزيه عم بيوسوس لك أشكال الوان. تعوز من الشيطان وتفائل بالخير معلم وضاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوم لك أن قوم، خلينا نتوضى ونصلي الصبح ونروح على المضافة. يلا يلا. وهذه هي الحلقة يا أبو محارب. جيد، وهذا دليل كافي يا أبو نمر. إي بالله. إن كان وضاح وهلو تعرفوا على حلقة يكون الولد ولده، وإن ما تعرفوا عليها يكون الولد ما هو بولده. صحيح يا ابو محارب، بس الزوم ناصل للي نبيه من غير وضاح ما يعرف شيء عن السالفة. وش تقصد يا شيء؟ اقصد الزوم وضاح وهلو ما يعرفون شيء عن فيصل الا عقب ما يتعرفون على الحلقة. وليه؟ لجل ما نزرع عندهم امل وعقب يخيب املهم. اي بالله صحيح. زين خلها علي يا ابو نمر. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. يا حي الله. تفضل. صبحكم الله بالخير. الله يصبحك بالخير يا عمي ابو طارق. يا ولدك يا عمي. هو يا ولد. تامر يا عمي. وانتم يا لشوام تعرفون الذهب من النحاس. وابغاك يا ولدي تعرف لي الحلقة هذه ذهب ولا نحاس. فيكم البركة يا عمي. علامك يا ولدي. عمي انتو هاي الحلقة منين جايبينها؟ وليه تسأل؟ علامك يا ولدي به شيء؟ الحلقة ذهب ولا نحاس؟ هو ذهب. علامك يا وضاح عسى ما شاء. عمي انتو بتعرفوا شي عن ابني ومخبيين علي؟ حنا بالحلقة الحين، وش جاب سالفة ولدك؟ عمي هاي الحلقة شو جابها لعندكم؟ يا وضاح انت شايف هالحلقة قبل الحين يا ولدي؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. قل يا ولدي قل.
بدي أعرف هاي الحلقة شو جابها لعندكم بالأول. وليه تسأل يا ولدي؟ عسى ما شر. والله ما بعرف إذا خير ولا شر. تطمن يا ولدي، خير بعون الله. ها يا ولدي علم، ويش السالفة؟ هاي الحلقة أنا مفصلها تفصيل عند الصايغ لحرمتي، حتى هذا الدبوس صلحته فيها وقت انقطعت، وحتى اسمي مكتوب عليها. يبن لها انك صادق عمي. هاي الحلقة كانت معلقة على انداءة ابن نمر وقت نوري حطه تحت الشجرة. موجه عليكم الله ورسول الله تقولوا لي منين جبتوها، لانه هاي الحلقة رح توصلني لابني. ابشرك يا ولدي، ابنك بخير. ابني؟ اي ابنك. ابني عند منكو؟ كان عندك وراح. لوين راح؟ تعال يا ولدي، تعال اجلس. عمي يا ولدي، ابنك بالشام. عالشام؟ اي، فيصل. فيصل هو ولدك. فيصل؟ اي فيصل. فيصل ولد عمي مخلف، هو اللي بوضح يبا؟ اي يبا. واشهدوا يا الرب، فيصل لها بذمتي امي تناقة من النونقة المغاتير. هذه وصاة اخويا المرحوم مخلف. فيصل! فيصل يا مو! فيصل! يا شو بقى فيصل؟ يا مو فيصل! فيصل! وضح! لقيته لنمر ولا لا؟ لك يا فيصل! شفتك فيها الصبي! فيصل! 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 قالت لي انطني موسى ابني يا ابني. حمدا على النعماء شو يا ابني؟ شو يا ابني؟ فيصل نمر. يا رويدة فيصل هو نمر. يا الله فيصل فيصل هو نمر يا مو. لا لك شلون؟ لك شو عم تحكي انت؟ بس شلون الشيخ وضاح ما قال قدامي انه فيصل مو ابنه للشيخ مخلف؟ يمكن ما صار مناسب حتى يلا. يا مين عم يدق الباب؟ صفوان. وينه؟ برا. خليه يدخل. سامحيني يا عمتي. حرك شو تخبرني حاج؟ مشان الله سامحيني. سامحيني يا عمتي. كرمال الله سامحيني يا عمتي. سامحتك خالتي، سامحتك. سامحتك. سامحني يا عبد الله.
الله يسامحك. وضاح ابن عمتي، أنا أذيتك كتير يا ابن عمتي، أذيتك كتير، سامحني. الله يسامحك. بس يمكن إيش أنا عرفت شو عملت فيك يا ابن عمتي، تغير رأيك. أنا كنت السبب بروحتك على أخذ عسكر. شو؟ شو؟ إيه؟ أنا نادل يا ناس، لك أنا نادل يا عالم، لك أنا عبيت الإيد اللي ساعدتني. يا بي شوف الله شو ساوى فيني يا بي، شوف شلون مسخني عن طريق. سامحني يا ربي، سامحني. حبيبي يا الله، انت ليش سرقتي لي المنظمين؟ ليش سرقت يا بي؟ يا بي الا يا بي خليها ترجع لي المنظمين الا تعطيني اياهم. بس يا ابو كرمال الله، بس يا ابو، بس بس ربي يا ربي يا ربي. لا حول ولا قوه الا بالله. خذوا الحرمه على الاوضه لجوا، اغروا لها شويه خشخاش وصقوا يا هون. يلا 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 يا عمو. لا يا عمو، لا 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 ما يا عمو، يا عمو يا عمو طلعي فيني، طلعي فيني يا عمو. إلو يا عمو في كعكة جوا بالغرفة، خليها نروح نجيب الكعكة. تعي يلا تربي يا عمو. تعي يلا يا عمو، الله يرضى عليك. تعي يا عمو، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعال عمي تعال، تعال عود جوا، تعال وين رايح يا بي؟ ودي انام على صدي.